السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعدني مساكم كل خير. تبدأ تغطيتنا لمباريات كأس أمم آسيا 2023 الصين والتصفيات المؤهلة لكأس الأدوار النهائية من تصفيات كأس العالم في قطر 2022. المباريات اللي منقولة اليوم على قناتكم قناة الدوري والكأس، مباراة البحرين وكمبوديا الساعة 2:30. هذه المباراة بتجيكم إن شاء الله على الكأس 4، وبعد الله يسلمكم راح نقول لكم عبر قناتكم مباراة فلسطين وسنغافورة الساعة 2:45 دقيقة، وبعد الله يسلمكم عندكم مباراة إيران ومنتخب هونغ كونغ الساعة 3 بالضبط مع هونغ كونغ على الكأس 2، وبعد الله يسلمكم راح مباراة الإمارات مع ماليزيا في بوكيت الساعة 3:45 دقيقة، هذه المباراة على الكأس 5. مباراة أفغانستان وبنغلاديش المجموعة الخامسة الساعة 5 على الكأس 6، والمنتخب الكويتي راح يستضيف اليوم المنتخب الأسترالي الساعة 6:30 على الكأس 2 الساعة 6:30، واليمن تستضيف السعودية في البحرين على الكأس 4 الساعة 7، ومنتخبنا الوطني راح يلعب مع المنتخب الهندي في استاد جاسم بن حمد في نادي السد الساعة 7:30 على القناة الأولى. ثمان لقاءات بالتمام والكمال ستتابعونها، والبداية بلقاء كمبوديا والبحرين، فبعدما خطفت تشكيلة البرتغالي هيليو سوزا نقطة ثمينة من العراق في المنامة، فإنهم يمنون النفس بالعودة من هناك بثلاث كي يضمنوا 4 نقاط قد تعطيهم الصدارة أو المركز الثاني، ومنهم إلى متصدر المجموعة الرابعة المنتخب الفلسطيني الذي أظهر شراسة في مباراة أوزبكستان، وعليه فإن جماهيره تنتظر الفوز على سنغافورة التي لا تقارن بلاعبي الأوزبك أبداً على صعوبة المهمة كما ذكر الجزائري نور الدين بن علي. ننتقل إلى المباراة الثالثة التي يدخل بها عملاق آسيوي ينتظر الجميع طلته الأولى، ألا والمنتخب الإيراني الذي سيواجه هونغ كونغ على حساب المجموعة الثالثة، والتي يعدها البعض محسومة سلفاً للمنتخب الإيراني لفارق المستوى الشاسع جداً. أما رابع اللقاءات فإنه بين ماليزيا والإمارات الذي يبدو في الظاهر من صالح تشكيلة الهولندي ماربك، وهو المحذر مسبقاً بعدم التهاون أمام الأسماء الضعيفة في المجموعة، ومنه إلى لقاء أفغانستان وبنغلاديش ضمن المجموعة الخامسة. أما أقوى اللقاءات المرتقبة فإنه صدام أزرق الكويت بنظيره الأسترالي بعدما شهدنا سباعية كاملة بشباك النيبال نشرت الفرح لأهلنا في أرجاء الكويت قاطبة، راجينا أن يكون الأزرق على قدر تلك العودة الكبرى أمام الكنغارو الأسترالي، كما سيكون منتخب اليمن أمام نظيره السعودي وهو الذي أمتع بأدائه الجماهير كما قلنا بتعادل أمام سنغافورة ضمن المجموعة الرابعة. ما ختامها فإنه مسك بعطر العنبر حين يكون الأدعم المتصدر للمجموعة الخامسة بسداسية أفغانستان أمام منتخب الهند المتطور، حيث اللقاء باستاد البطولات استاد جاسم بن حمد بنادي السد الذي كان مسرحاً لجماهيرنا التي احتفلت بنتيجة الافتتاح. تشكيلة منتخب فلسطين مصعب عندك، تفضل. مساء الخير. مساء الخير. ما صار تعديل جديد على تشكيلة المنتخب الفلسطيني. في حراسة المرمى رامي حمادة. تفضل. رامي الدفاع حمادة. من عندك في دفاع ياسر حمد وعبد اللطيف البهداري. على اليسار عبد الله جابر. حلو. على اليمين مصعب البطاط. في الارتكاز محمود درويش ومحمد باسم. ثلاث لاعبين الوسط عدي دباغ وتامر الصيام ونظمي البدوي، ورأس حربة صريح اللي هو محمود وادي. واضح أن المنتخب الفلسطيني يعتمد على المحترفين اللي يلعبون برا ياسر. بكل تأكيد، يعني عندهم 4 لاعبين محترفين. تامر عندك؟ تامر بيلعب في المغرب بغدير.
نظمي يلعب في أمريكا، بالإضافة لعودي بيلعب السلمية الكويتي، ومحمود وادي طبعا بكل تأكيد دائما المحترفين بيعطوا إضافة للفريق. أتوقع أنه أو ابتدى المنتخب الفلسطيني قبل هذه الفترة بجلب لاعبين من تشيلي، من الأرجواي، من أصول فلسطينية. اليوم عم بيعتمد تقريبا على اللاعبين المحليين اللي خرجوا للاحتراف. يعني دائما تعتمد اول شيء من البدايه، ولكن كان في استراتيجيه عمل هذا افضل. فبعتقد انه انتمائهم بيرجعوا لبلدهم في اي لحظه بعكس اللاعبين السابقين وفاهمين على بعض بكل تاكيد. يعني المنتخب الفلسطيني لا شك في الاونه الاخيره حصان اسود في جميع البطولات. تجربتنا فشلت كابتن اللي عم تحكي، تجربتنا مع الاجانب اللي خلينا برا فشلت بكل تاكيد. انت اللي عم تحكي صح 100%. فبعتقد انه خطوه صحيحه بالنسبه للاعبين منتخب فلسطين، وعم نشوفهم حقيقه في ارضيه الملعب عم بيكونوا فدائيين بكل معنى الكلمه. يعني الاحساس الوطني الموجود غير الموجود باللاعبين السابقين. اللاعبين السابقين كانوا يجوا تاديد واجب. زين عبد العزيز حسن، بغض النظر عن الاسماء بركز شوي بس على موضوع الرطوبه العاليه، 80% رطوبه الملعب حاليا او الجواف الملعب. شوف طلع اللعيبه أكيد طبعًا، متعود وغير متعود. طبعًا لما تلعب على أرضك وأجواءك مختلفة الأوضاع، لكن تلعب على أرض الخصم بأجواء أكيد إنه بيكون في تأثير نسبي، لكن هي مش الأساس. ممكن تأثر إذا أنت تفكرت بالرطوبة، فكرت بأرضية الملعب، فكرت بالخصم، فكرت بالجمهور، في أمور كثيرة تأثر على اللاعب. لكن خلنا نقول منتخب الفلسطيني خذ جرعة معنوية جيدة بفوز على أوزبكستان، مقبل على خصم انا اشوفه اقل من أوزبكستان. شفنا مع اليمن، اليمن لو كان جاهز بدنيا، لو استقل تقدمه 2-0 كان ممكن يخرج بالـ3 نقاط. فريق فلسطيني عنده ميزه انه هو فريق مقاتل، فريق عنده 3 نقاط. معنويا في اعتقادي بامكانه يقدم مردود قوي في هذه المباراه. ممكن يكون في تاثير نسبي للاجواء، لكن في افضليه فنية أفضل للمنتخب الفلسطيني. مباراة كمبوديا، بس بعد إذنك شوي، مباراة كمبوديا والبحرين على الكاس 4 راح تبدأ في هذه اللحظات، ونشوف النشيد الوطني ويعلق عليها منتصف الأزهري. ذكركم منتصف الأزهري راح يعلق عليها على الكاس 4. تفضل. بالنسبة لأرضية الملعب تقريبا هي مشابهة لأرضية الملاعب الفلسطينية. حلو. مشابهة. لكن الجو. لكن الجو أتوقع رطوبة، لأنه جو فلسطيني مش رطوبة، يعني جو بارد نسبيا يعني. صحيح. فأتوقع أنه ممكن يكون له تأثير يعني. كابتن، مباراة مهمة بالنسبة لفلسطين، هاي المباراة مهمة جدا. يعني هاي المباراة إذا كسبها فلسطين تنطيد فانديج أن ثقة اللاعبين أنه ممكن حتى لو يروحون بالصدارة. يعني المباراة القادمة ممكن فلسطين، يعني مع احترام انه هاي المباراه اذا اخذوها تنطيهم ادفانتج، وممكن حتى يحصلون على البطاقه الثانيه حتى لو يعني ما صاروا الاول، يحصلون على البطاقه، لان هاي المباراه مهمه. سنغافوره ليس بالفريق الهين، صحيح. ممكن اذا كسبته يعطيك ادفانتج تكون متصدر المجموعه، حتى لو السعوديه دخلت بالمعادله واخذت 3 نقاط او اوزبكستان، لكن يبقى لهم مباراتين حتى يعبروك. انت عندك مباراه واحده ممكن تظل طافر فوقهم، فاعتقد هاي المباراه كلش مهمه، بعدهم شوي عن الضغط برضه. على حسب مصعب انت شنو يعني شنو الطموح؟ هل ان تأهلون كاس اسيا ولا ان تنافسون على الثاني؟ على حسب الطموح يعني. شوف، لو يبون كاس اسيا او يبون تأهل كاس اسيا، واعتقد انا من وجهة نظري هذا الطموح المنطقي بالنسبه للمنتخب حاليا. حتى لو مو مهم انه يفوز اليوم، مهم انه ما يخسر خارج ملعبه. هو اذا زي ما حكى الكابتن، اذا اخذ 3 نقاط يصفي عنده 6 نقاط، يدخل بدون ضغوط ومرتاح، كونه تأهل اول مره، تأهل المره الثانيه. فمهم جدا انه برضه يتاهل المره الثالثه، اللي يبين انه مستوى المنتخب في نسق تصاعد. لا، مش مهم جدا يتاهل كاس امام اسيا، ممكن يتاهل الادوار النهائيه كاس العالم. 100%. لكن خطوه فرصه يعني، خطوه اولى. انت كاس امام اسيا الاول، كاس اسيا هدف اول، كاس اسيا طبيعي. بس طيب، الكلام اللي نقول احنا الطمع به انه الفريق الفلسطيني تشوفه بتصاعد، يعني ممكن تحس المؤشر ماله، يعني انه ممكن، لانه مستقر مع مدرب واحد من سنتين. خلونا في المتناول يعني. خلونا نشوف راي الشارع الفلسطيني في فريق منتخبهم ومدربهم. <تصفيق
يعني في البداية الاستقرار الفني الكابتن نور الدين له هي موسم سنتين هو مدير فني رقم واحد للمنتخب الفلسطيني، أيضا الجراءة التكتيكية اللي تغيرت في أسلوب اللعب عند المنتخب الفلسطيني من فترة طويلة حتى في بطولة غرب آسيا شفنا المنتخب يلعب 4-4-2 صريحة و 4-4-1-1، يعني هاي بتعطي أريحية وانطباع عند اللاعبين إنه إحنا بتعرف من طريقة لطريقة بيختلف اللعب، يعني ممكن أنت تبلش ب 4-3-3 تكون نواياك هجومية ولكن المعظم بشوف أنه أنت قاعد بتدافع. اليوم لعبنا بتحفظ في الشوط الأول، الشوط الثاني فتحنا الخطوط غامر المنتخب الفلسطيني ونتيجة المغامرة حقق هدفين ضيع أكثر من فرصة. المدرب يعني تم التعبير عن ما حققه من خلال الدموع العزيزة التي أثرت فينا نحن قبل أن تؤثر فيه. هو يعني مدرب يحب فلسطين، هو مدرب ملتصق بفلسطين، هو مدرب أصبح على علم وعلى دراية باللاعب الفلسطيني فيوظف إمكانياته وفقا لما اكتسبه من معرفة طوال مشواره مع تدريب المنتخب الوطني الفلسطيني. الروح الموجودة عند اللاعبين اللي شفتها في المباراة والبعرش إذا انتبهتوا على احتفال حتى اللاعبين الاحتياط والجهاز الفني وحتى اللي بيجمع الطابات أو الكل، يعني كان هاي بتدللك على روح كبيرة داخل المنتخب، مش بس اللي بيلعب داخل الملعب، بالعكس كل الطاقم. عدنان كابتن عن فلسطين عم بحكي، بدي أكلمك شوي عن ثلاث نقاط بعطيك الكلام بس المدرب من كلامهم انه خلق روح وخلق منتخب او صنع منتخب يهاجم، هذا كلام الشارع. النقطه اللي اثارها شو لك في النقطه؟ انا عم بسالك عن المدرب انا بشار. طيب تفضل. اللي اثارها زائد فريق سنغافوره حاليا بالنسبه للفريق الفلسطيني ما مجهول، والسنغافوره بارضها ما فريق هين، نمره واحد. نمرة اثنين أنا باعتقادي إنه نمرة دائما هلا جواب لك، دائما الجماهير بتطلب أمرار أشياء فوق إمكانية أي شخص أو فوق إمكانية أي فريق، هن بحبوا منشان يبتهجوا وينبسطوا بفريقهم. اليوم فرصة كبيرة لفلسطين لسبب بسيط إنه تسمي نفسها إنه مزبوط هي عم تتطور وما ربحت من أوزبكستان إنه مجرد إنه لعبة أو حظ. 100% أول ربع ساعة لازم يكون في عندهم توازن دفاعي هجومي مع مشان لا يشوفوا قوة سنغافورة، لأنه هلأ شو عنده الفريق الفلسطيني؟ تعب السفر، الساعة البيولوجية تبعت اللاعبين، هيدي يلي ممكن إذا بدها تأثر أو لا، وإن شاء الله الله يوفقهم، بس يلعبوا بحذر ما يلعبوا مثل ما لعبوا مع أوزبكستان. صحيح. عموما للمدرب الفلسطيني هو مش من سنتين مع المنتخب، هو من 2010 بس كان من ضمن الجهاز بعد اخر سنتين كان مدرب لياقه، كمدرب بعدين مدرب عام بعدين مدرب. خالد مدرب فلسطين ترى مش تلعب انا موجود حلو بس كان مساعد كان الجهاز القرار الاول بيده مو كان كان في الجهاز الفني بس هو مع المنتخب دائما متواجد يعني فأكيد عنده رؤية كبيرة على الفريق، عارف على اللعب الفلسطيني، عارف الدوري، عارف كل شيء. هو أجمل شيء يونس إنه يجيك مدرب يكون عارف الأجواء كلها، ملم وملم بكل الأمور، صحيح. وعارف اللعيبة سواء كانوا اللي داخل عنده في فلسطين أو حتى اللي برا محترفين. حدود العشر سنوات مع المنتخب. وبعدين شو الفائدة أنا أجيب لي اسم كبير وعالمي وما يعرف لاعبيني ولا يعرف جوي ولا يعرف الدوري ولا يعرف يا خالد. المهم فلسطين بدايته كانت جيدة، اللي بينافس على البطاقة أنا كسبتها في أرضي. هذا المباراة أنا أشوفه بالنسبة له سهلة جدا لأن قد حصلت ست نقاط مهمة جدا، لذلك التنافس بينك كان المركز الثاني على البطاقة. Against Uzbekistan this day by winning this match and 43 points. You know, we don't change. We keep same team and we must be focused 200% than the first match. It's not same match, not same condition, not same team. I think my team will be in ready for this match and inshallah 3 points for us. Thank you and good luck. Thank you. يقول ان احنا حافظنا على التشكيله نفسها اللي لعب فيها منتخبنا الفلسطيني المباراه السابقه، يعني معناتها يا بشار انه مستمر على
الثبات على التشكيله، الاستقرار الفني. هو شوف الاستقرار دائما مطلوب، لكن اذا يعني مثلا لما تقول لي والله الكويت يلعبون مع نيبال ثم يلعبون مع استراليا يبي يغير مفهوم، لكن بالنسبه حق منتخب فلسطين لا، ما في يعني في فروق بين سنغافوره واوزبكستان، لكن ما هي الفروق كبيره، وظروف المباراتين تتشابه متشابهه صحيح، ظروف المباراتين بغض النظر عن الخصم في المباراتين. في المباراه الاولى اعتقد المنتخب الفلسطيني كان يهمه انه ما يخسر، الفوز كان بونص، لكن الهدف الاول انه ما يخسر. اعتقد اليوم نفس الفكره، انه يلعب خارج ملعبه ضد فريق سنغافوري حاصل هو على 3 نقاط في ملعبه، فايضا مهم انه ما يخسر. فالتشكيلتين او اسلوبين اللعب راح يلعب نفس اللعب المتشابه، اللعب الدفاعي واعتماد على سرعه المهاجمين الاربعه اللي هم اصلا يعني ابرز لاعبين بالفريق، اللاعبين المحترفين اللي ظهروا في المباراه الاولى بشكل ممتاز. واليوم ايضا اعتقد ما راح يختلف اسلوب الناس، ما لعب بفلسطين راح يدافع ويلعب على المرتده وراح يزعج الفريق سنغافوري، لان شفنا المنتخب اليمني ما لعب مدافع، لعب مهاجم 4-4-2 بس اسلوب كان يعني اهداف الاهداف النهج الفلسطين. النهج النهج كان هجوم فلسطين، الاثنين كانوا من هجوم مرتده. فاليوم بس بشار كان لاعب مهاجم وصريح كثير، هددوا كثير في المباراه حتى الله يسلمك الشارع، معليش انا غلطتي اني ما حطيت لكم كل مباريات الاسبوع اللي طاف، لكن حتى الشارع الفلسطيني يقول لك اليوم احنا اول مره نشوف منتخبنا يهاجم يهاجم بس ما يهاجم ما يهاجم 6-7 لاعبين في الشوط الاول، يمكن 4-5 فرص وحقق على في بدايه كل الساعه. الفريق اليمني قدر يزعج الفريق السنغافوري لاخر نص ساعة يمكن من المباراة. ربع ساعة. أي والمنتخب الفلسطيني حاليا أفضل منتخب اليمني. فالظروف مواتية، مو مباراة سهلة. وأتمنى أن النتيجة الأولى ما تسا يعني. ما تعطي غرور زيادة. ما تخدع، ما بيقول ما تخدع المنتخب صحيح. الفلسطيني لكن. صحيح. لكن أنا ما زلت أعتقد أن المباراة اليوم المهم أنه ما يخسر المنتخب الفلسطيني. الفوز بونص، لكن المهم أنه ما يخسر. المنتخب الفلسطيني والمنتخب السنغافوري تلاقوا تقابلوا 5 مرات في تاريخ مباريات المنتخبات الرسمية. 3 مرات فازت سنغافورة، ومرة تعادل، ومرة فاز المنتخب الفلسطيني. يعني تاريخيا رقميا هم أفضل، بس بعد الفاصل كنا نتكلم. تاريخ المواجهات اللي تكلمنا عنها قبل الفاصل، هل ممكن يصف في صالح منتخب سنغافورة ولا بالعكس دافع المنتخب الفلسطيني؟ هما كانت 5 مواجهات، لكن الفوز الحقيقي مرة واحدة لسنغافورة. مواجهة واحدة الاحتلال منع المنتخب الفلسطيني انه يواجه منتخب سنغافورة، وفوزوا منتخب سنغافورة 3-0 اداريا على منتخب فلسطيني، فهذا مش محسوب. أوكي. اللقاء الثاني 5 لاعبين من قطاع غزة ما طلعوا واجهوا المنتخب السنغافوري في 2010، برضو نفس الشيء على استقرار ما كان ما كان نهائيا، حتى اللاعبين ما كانوا يقدروا يطلعوا برا فلسطين، صح. برضو نفس الشيء خسروهم إداريا ما لعبوا في 2006-2007 تصفيات كأس آسيا، فاز المنتخب الفلسطيني 1-0 بهدف فهد العتال اللي هو الآن مساعد درب المنتخب الفلسطيني، وفي فوز واحد اللي هو لمنتخب سنغافورة. يعني باعتبار المواجهات بين الفريقين كلعب متساوية يعني، وتعادلوا في مباراة واحدة. وظروف المنتخب اليوم الفلسطيني أفضل. لا حتى من الناحية الإدارية الفريق كله متواجد ما في مشاكل. لاعب واحد فقط كان مصاب ورجع، بس لا أقصد من ناحية الظروف اللي مو موجودة بأي بلد بالعالم ويلعب على أرضه يفرق معه كثير يعني. يفرق فيه، بس صعود من لاعبين غزة صعب، صعب الحضور، بس لاعبين المتواجدين في الضفة أو برا في الخارج سهل شوي ممكن إنه يحضروا يعني. ممكن في لاعبين بغزة يعملوا إضافة، ممكن في آخر لاعب اللي هو عبد اللطيف البهداري في قلب الدفاع واجه صعوبات لما يطلع برا فلسطين. يمكن شفنا حتى أجا متأخر على العراق، حتى مباراة أوزبكستان حضور جماهيري كان صعب يعني بالنسبة حق جمهور. طبعا أكيد مش سهل المباراة تقام في الرام اللي قريب من القدس، والمحافظات الثانية صعب إنه الناس توصل. كم الشوط الأول؟ الشوط الأول 1-0 لفلسطين. أحمد الرواس 1-0 فلسطين. ياسر أتوقعها تعادل بس أتمناها لفلسطين. وذنون مع الرواس. إيش قال الرواس؟ قال 1-0 فلسطين. عبد العزيز أنا أشوف فلسطين أقرب للتسجيل 1-0.
عدنان ان شاء الله 1-0 فلسطين. بشاركه 1-1. كل التوفيق ان شاء الله المنتخب الفلسطيني في هذه المهمه الاسيويه، راح تكون وياكم على الكاس 1. وخالد الحد يعلق على احداثها، مباراه هونغ كونغ وايران راح تبدا بعد شوي وهي على الكاس 2، ويعلق عليها احمد المعمري، مباراه كمبوديا والبحرين على الكاس 4 ويعلق عليها منتصر الازهر. المنتخب السنغافوري يتقدم على المنتخب الفلسطيني مع نهايه الشوط الاول 2-1. سنغافوره تقدمت، فلسطين تعادلوا، ولكن بعدين سنغافوره استطاعوا انهم يتقدمون مره ثانيه. بشار، ملخص الشوط الاول عندك. يعني كان بالامكان افضل ما كان، المنتخب الفلسطيني تلقى هدفين كان ممكن يتجنبهم، خصوصا الهدف الاول اللي قاعد نشوفه سلسله من الاخطاء. تعادل بشكل جيد، كان ممكن ايضا يسجل هدف ثاني، كان ممكن يسجل يتقدم، لكن مشكلة المنتخب الفلسطيني كانت دفاعية. هجوميا كان سجل وقادر يخلق فرص، لكن دفاعيا الفريق قاعد يواجه مشاكل ومو قاعد يلعب ذكاء. أرضية الملعب صعبة، حشيش صناعي ومبللة، صعب جدا جدا التعامل معها. لكن منتخب فلسطيني 45 دقيقة، خصوصا المدافعين يعني يبون يبدون هجمة من الدفاع، وصعب في ظل هذه الظروف. لكن أنا يعني اعتقد ان الاهم حاليا المنتخب الفلسطيني انه ما يتلقى هدف ثالث، لانه راح من وجهه نظري انه راح يقتل الامور، خصوصا في الحاله الدفاعيه السيئه اللي ظهر عليها الفريق. قادر نعم. الفريق انه يسجل. طيب باي وقت قادر انه يسجل؟ مصعب، الاهداف انا اشوفها من اخطاء دفاعيه. صح؟ نعم. احنا مشكله المنتخب الفلسطيني فكر في الهجوم ونسي الدفاع. فمثلا في هذه المباريات انا لازم امن دفاعي، انظم دفاع، بعدين افكر في الهجوم. اوكي الهجوم ممتاز، بس لازم انظم دفاعيا. يعني الهدف اللي دخل علينا النقاد عبد اللطيف المفروض كان يخرج الكره على اليمين او على اليسار. أيه. ويلعبها في العمق. ياسر انا اتفق مع مصعب، يعني انت اوكي امنت الهجوم بس نسيت دفاعك، خليت بيتك يعني بابك مشرع. بكل تاكيد يعني يومين لعبت كره القدم عباره عن تنظيم، مع ان المباراه كانت عباره عن اخطاء، يعني مش انه الدفاع كان سيء. صحيح، والدليل كابتن خالد في السابق كان يقولوا الهجوم خير وسيله للدفاع. الدفاع اليوم بالعكس، نظم دفاعك ومن ثم هاجم، لانه لو سجل فيك هدف بدك هدفين لتفوز، بينما لو انت مامن دفاعك 0-0 باي لحظه ممكن انك تسجل. عموما شوط للنسيان حقيقه للمنتخب الفلسطيني، وما خشينا ما قبل المباراه من غرور للمنتخب الفلسطيني واعتقاده انه هو فاز على اوزبكستان يعني هو الافضل، هذا ما اعطى حقيقه كلفه كثير، وخاصه الربع الساعه الاولى. نحن بنعرف انه دائما منتخب سنغافوره مع اي فريق في ارضه دائما الربع الساعه الاولى عندهم بما بقولوا فورة كرة القدم عندهم. لذلك عدم قراءة جيدة من المدرب أنا برأيي، وتنفيذها من اللاعبين داخل ملعب بربع الساعة الأولى، أنه أمتص فورة وأعرف كيف فريق سنغافورة عم بلعب ومن ثم أنطلق لعمليتي. بعتقد أنه المنتخب الفلسطيني لم يجيد في الشوط الأول، كان هناك أخطاء كثيرة دفاعيا كمنظومة عامة، ما شفنا فريق منظم، فريق صحيح عنده تحول، ولكن المنظومة الدفاعية قبل المنظومة الهجومية اللي يجب أن برأيي أنا نمرة واحد بغرفة الملابس قبل ما ينزل الفريق الفلسطيني ما كان معنويا مركز مزبوط الجهاز الإداري أو الجهاز مع الجهاز الفني، ما حضر الفريق نفسيا مزبوط، ما حضر لأنه مني. أول 10 دقائق لحتى الدقائقة 12 الفريق الفلسطيني توتر عصر المراه عشوائيه في اللعب، في خوف، في تشتيت كرات، عدم تمركز جيد من كل اللعيبه، مثل كانهم عم يلعبوا فريق مدارس الاول مره بيلعبوا. كانت لحتى الهدف عندهم لما دخل فيهم الهدف شوي فاقوا، بعدين اصبح اللعب متوازن. التوازن الحقيقي انه الفريقين يتعادلوا، لانه الفرص سنحت 3 فرص للفريق السنغالي استغل منها 2، بينما في عندك 5 فرص للفريق الفلسطيني كان ممكن يسجلوا منها اهداف، سجلوا منها هدف واحد. اذا شويه تركيز مع الدفاع مع كونتر اتاك ممكن الفريق الفلسطيني يعمل نتيجه احسن، مع التنبيه على انه فريق السنغافوري اليوم عم يلعب افضل بكثير مما لعب المباراه السابقه. خالد انا اعتقد من وجهه نظر المباراه بنتناول الايدي، يعني رغم خسارة 2 لكن اعتقد الفريق الفلسطيني يقدر يعود ويسجل.
الفريق الفلسطيني حتى الهدف الأول كان خطأ مدافع، نعم كان الأرضية، أنا هالملعب لاعب بالملعب التارتان، ملعب التارتان مرات ما يحتاج مبالغة به، أي كرة يجب أن تخرجها خارج منطقة الخطر لأن التارتان ما يخليك تسيطر على الكرة وبللها بعد وبللها على قولة بشار. فأنا أعتقد الفريق الفلسطيني ده يصل وسجل هدف وحصل على أكثر من فرصة، لكن مثل ما قلت أنا حتى تكلمت ويا بشار قلت له ملعب التارتان أي كرة داخل بملعبك ذبها بملعب الخصم لأن ما يصير بها تنظيم، ملعب التارتان ما يصير بها تنظيم لعب كرة تقدر تسيطر عليه. أعتقد المباراة من تناول أيدي، ممكن الفريق الفلسطيني خاصة أول ربع ساعة كان شوية ارتفاع موجود عند الفريق، بعدين عاد سجل هدف وحصل فرص. أعتقد بالشوط الثاني ممكن يرجع أكثر وممكن يضغط وممكن يسجل أهداف ويطلع من هالمباراة، لأن أعتقد المباراة من تناول أيدي. طيب واجيك أحمد، مباراة الإمارات وماليزيا راح تبدأ الآن بعد لحظات على الكاس خمسة، ويعلق عليها سمير اليعقوبي، تفضل أحمد. ملعب مبين تأثيره على الفريق، بس هذا الفرق تعودت أن تسكر في الشق الدفاعي وتعتمد على المرتدة، تجي مع الفرق أضعف منها الآن تريد بنوع آخر أنك تستحوذ على الكرة وتطور الهجمة وتبني الهجمة، بعض الأحيان تصير صعب على الفريق. أنا ما ألوم المدرب لأن المدرب يشوف مجموعته، لذلك فلسطين قادر يعوض بس يحتاج تركيز في الشق الهجومي، حصل فرص استغلال الفرص. ملعب مؤثر على اللاعبي، لكنك انت لا تنسى تلعب طريقة أخرى ما لعبتها في المباراة الأولى. المباراة الأولى كنت مسكر منظم دفاعيا بتعتمد على المرتدة. عبد العزيز حسن، شو الحلول الحين في الشوط الثاني؟ حلول ان الفريق يحاول انه يضغط في وسط الملعب، تارك مجال كبير فريق السنغافور انه يضغط عليه، بعدين كان في عدم يعني تمركز صح في الدفاع وعدم انتشار كذلك صحيح. يعني في ميزة في الفريق الفلسطيني بامكانه انه يستثمر التحول السريع، بس لازم يكون منظم في التحول. شفنا فرصتين حق عدي وحق محمود بامكانه كان واحده منهم ممكن يسجل منهم هدف. مجرد تركيز في الهجوم، في يعني ضعف في الفريق السنغافوري في العمق الدفاعي واضح، اي كره خلف المدافعين تكون هجمه خطره. ونقطه مهمه جدا، ليش احنا ما نحاول نسدد على حراسه المرمى؟ لانه واضح جدا حراسه ضعيفه، محتاج ان نسدد في نفس الوقت. شفت عايز هذه الهجمه حرام هذه، نعم هذه فرصه، في فرصه اخرى بعد بامكان عدي يحسن التصرف. يعني في مجال الفريق الفلسطيني انه يسجل، لكن محتاج انه ينظم نفسه في نفس الوقت ما يترك مجال في خط الوسط، ان الفريق السنغافوري صح سريع وينتشر، لكن بامكانك انت تسوي كثافه عديده في عزيز. المشكله ان سنغافوره قاعد يلعبون بثلاثه واثنين اطراف، منتخب فلسطيني هذول الاثنين اطراف محمود ولي ما قدر يتعامل معاهم، لان دائما طرف تراجع، لان تراجع لو تلاحظ انت في منتخب فلسطيني ما في ضغط في وسط الملعب، يعني انت لو تضغط نوعا ما تصعد بالفريق بتخفف الضغط، في نفس الوقت السلام والتسليم اكثر من كوره كانت خاطئه، يعني محتاج ان الفريق يسلم على كوره. يعني شفنا بعد الهدف في نقل كوره او يمسك الكوره في فلسطين، تحس انه بامكانه يبني هجمه. مستعجلين كثير، خطوره المنتخب السنغافوري في جهه اليسار عندهم، جهه اليسار عندهم خطيره، يلعبوا عرضيات نهايه المنطقه، فالمفروض لاعبين الارتكاز يسكروا على المهاجمين ايضا، وحتى المهاجمين بدايه الهجمه يمنعوا اللاعبين بناء من هاي الجهه، يعني هم مو قادرين يتعاملون مع موضوع الثلاثه وخمسة في الوسط، عشان كذي الوسط الملعب لصالح المنتخب السنغافوري 100%، لأن أكثرية عددية وفاتحين الملعب. المنتخب الفلسطيني الحين قاعد يلعب على 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 أسلوبه في المباراة الأولى، لازم يغير هذا الأسلوب إذا عشان لا يدخل مرمى هدف، لأن إذا استمر الوضع أكثرية عددية لصالح السنغافوريين وسوء دفاع من مو سوء دفاع كثر ما هو سوء تعامل مع أخطاء مع ظروف المباراة مع ظروف الملعب. لأن الهدف الأول لاعب فلسطيني عند الكرة لمسها مرة مرتين، بعدين فكر إنه يشيلها بعد ما ضغط على الدفاع، لعبها باص تمريرة، طلعت له مرة ثانية أيضا لعبها تمريرة، يعني خذ له 6-7 ثواني على ما تطلع الكرة من في منطقة خطيرة بعدين. فهذا اللي قاعد أقوله، إنه حاليا المهم إنه يأمن دفاعه، يأمن إنه ما يدخل مرمى هدف ويقدر يسجل. شفنا إحنا 1-1 نتيجة كانت فرصتين صريحتين للتسجيل، يعني فالمهم حاليا انه ما يدخل مرمى هدف، لانها 3-1 صعبه جدا. بس حتى الفريق السنغافوري ترى كرتين راسيه، واحده هدف واحده طلعها الحارس، والهدف اللي اخطا به، يعني ما عنده ذاك
الفريق الضاغط في ملعبه وتقول لك يخوف اي لحظه يسجل، لكن المشكله هي الاخطاء، يعني حتى الكرات العرضيه هي خطا دفاعي، لان يعني اكيد المراقبه كانت ضعيفه. عبد اللطيف كان معه وطلع اللاعب سدد براسه اللاعب وسجل، والثاني اللي طلعها الحارس، لكن أيه. الفريق الفلسطيني ده يصل حتى بالارض، ده يصل للمرمى، لكن شوي يحتاج للتعامل، لان الملعب تارتان تعرف مو مثل الملعب الثاني يكون عندك اريحيه بيها. تركيز الفريق ما عنده، اللعيبه ما عندهم تركيز حتى بمراكزهم، انه لما حتى لما عم يلعبوا دفاع عم يلعبوا على بعض، يعني ما اخذين الشكل التكتيكي المضبوط، يعني كفرقات بالشوط الاول كفرقات فنيه بدنيه لصالح تصب مصلحة فريق الفلسطيني حقيقه فلسطيني، على المستوى الجسدي والمستوى البدني والفني واحد، ولكن كمجموعه اليوم كان في تفكك حقيقه، ما شفنا ترابط في الخطوط وما شفنا ترابط ما بين كل خط بحد ذاته. حتى اوضاع اللاعبين كابتن، اوضاع اللاعبين غلط بالملعب، يعني بتلاقيهم كلهم بجهه واحده والجهات الثانيه كلها فاضيه، ما كان في ترابط. هذا اللي التقدير البدني النفسي. شكرا شكرا لكم. شوط ثاني كم احمد رواس؟ ترجع فلسطين ولا لا؟ اسرع ترجع ان شاء الله. ترجع ان شاء الله يونس، ترجع ان شاء الله، ترجع باذن الله، ترجع ممكن ترجع، لكن محتاجه عمل كبير في على مستوى الهجوم. بشار، اهم شيء انه ما يدخل، اذا استمر 2-1 راح يسجل فلسطين. إذا مشاهدينا الكرام، لحظات ويبدأ الشوط الثاني مباراة فلسطين في سنغافورة. السنغافوري متقدم 2-1 على فلسطين، والتعليق راح يكون مع خالد الحدي. مباراة كمبوديا والبحرين على الكاس 4 ما زالت مستمرة، النتيجة حتى هذه اللحظة 0-0، ويعلق عليها معلقنا منتصر الأزهري. مباراة هونغ كونغ وإيران 1-0 للمنتخب الإيراني على الكاس 2، ويعلق عليها أحمد المعمري. أنا قلت كمبوديا واليمن على أي قناة؟ على الكاس 4 قلت لكم، اي صح. وماليزيا والامارات على الكاس 5، والنتيجه في هذه اللحظات تقدم المنتخب الماليزي على المنتخب الاماراتي. في هذه اللحظات سجل المنتخب الماليزي هدفه الاول، هذه المباراه التي تقام في ماليزيا، ويعلق عليها على احداثها سمير اليعقوبي. الى مباراه فلسطين وسنغافورة. المنتخب الفلسطيني يخسر 1-2 أمام صاحب الأرض والجمهور المنتخب السنغافوري في المباراة التي أقيمت بينهم في سنغافورة، وفي المباريات الأخرى مباراة ماليزيا والإمارات 1-1 مع نهاية الشوط الأول. المنتخب الإيراني راح يبدأ شوطه الثاني الحين، والنتيجة أو مباراة مستمرة 2-0 للمنتخب الإيراني، ومباراة البحرين مع كمبوديا انتهت 1-0 للمنتخب البحريني. طيب عبد العزيز حسن، وطبعا هرلك منتخب فلسطين في اعتقاد انه ما تعامل بشكل جيد الشوط الثاني، كان بامكان ان الفريق يحسن صورته الشوط الثاني، يركز في الهجوم، ينظم الخط وسطه، يحاول انه يستحوذ ويبني بشكل صحيح، لكن اليوم يعني عناصره ما كانت على المستوى المطلوب، عدا ثامر اللي كان شفناه أكثر من هجمة عن طريق اليمين قدر يخترق، ولكن العكسيات والفنش بالنسبة على المرمى تخل فلسطيني لحد الآن لا في التسديد ولا التوجيه، وفي نفس الوقت ما في هناك تمركز صحيح للاعبين. يعني جاءت الفرصة دقيقة 62 لإسلام البطران بعد دخوله، كان بإمكانه أنه يعزز هدف التعادل، ومن ثم يقدر الفريق الفلسطيني أنه يركز ويبني هجمات بشكل سليم. أنا أشوف أن فريق منتخب فلسطين كان بالإمكان أحسن ما كان، لأنه وضع بهذه الطريقة ما أسعفه أنه هو يعدل النتيجة، مع أن فريق السنغافوري شاهدنا أنه يتراجع وما كان عنده مبرر للتراجع، كان بإمكانه أنه هو يستغل المساحات الموجودة في من خلال الشوط الثاني. شفنا في منتخب فلسطين بدأ يترك مساحات، بدأ يهاجم، شفنا البهداري أكثر من هجمة دائما يتقدم، يترك مركزه ويتقدم، لم يستغل هذه التقدم بالنسبة حق الفريق السنغافوري. المنتخب السنغافوري يعني أنا أشوف أنا أتعامل معكم بشكل نفسي أكثر، نرفز لعبة المنتخب الصيني طلعكم برا أجواء المباراة، صح ولا أنا غلطان؟ صحيح، وخاصة قائد الفريق، يعني قائد الفريق عبد اللطيف البهداري في المباراة السابقة كان أجمل مباراة، لكن في هاي المباراة الهدف الأول خطأ منه، الهدف الثاني ما كان عنده مراقبة، في الشوط الثاني منرفز معصب بده مشكل مع اللاعبين، مشكل مع الحكم، دائما خارج مكانه، المفروض يكون لاعب مدافع. انا مش فاهم يعني ايش الفائده التكتيكيه من عبد اللطيف، دائما في الهجوم، دائما في الهجوم، كل كره بده يهاجم، وتارك خط الدفاع
يلعبوا بثلاث مدافعين. حتى بالكره الاخيره احنا شايفينه لعب على 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 الطرف. انت اذا كمدافع بدك تهاجم طويل ادخل في العمق اكسب العرضيات لعب بالراس، لكن ايش فائده انك تلعب على على على, على طرف الملعب؟ يعني ما كان في فائده تكتيكيه للعب عبد اللطيف. بشار اليوم مدحنا احنا مدرب المنتخب الفلسطيني في المباراه الاولى وقلنا عرف كيف يقرا. بدك تحكي انت لا تخلص. طيب انا حكيت مع بشار. بشار على راسنا وعيننا. طيب المدرب مدحنا واثنين عليه، بس اليوم شكله ما قرا بشكل جيد المنتخب السنغافوري او ما وظف لاعبين بشكل ممتاز اليوم. بالضبط، يعني قلنا في الشوط الاول ان كان في افضليه المنتخب السنغافوري في الطريقه في الاسلوب في 3-5-2. شوط كامل ما تعمل مع المنتخب الفلسطيني. في الشوط الثاني ايضا كان هناك يعني فوضى. حتى الفرص اللي وصلت او حصل عليها المنتخب الفلسطيني كانت فوضى، يعني دربكه وما في اسلوب معين. والفوضى بدت مبكر، يعني افهم ان اخر 5-7 دقائق فريق يضغط بدون تركيز، لكن الفوضى كانت من ربع ساعه او نهايه، يعني مبكر بدت الفوضى في المنتخب الفلسطيني. حتى وجود المدافع كمهاجم في اخر ربع ساعه ما كان لها اي داعي، ما كان لها اي مبرر، لا تكتيكي ولا كان لها في فائده في الملعب. بالاضافه الى ان حتى لاعبين المنتخب الفلسطيني يعني انجروا الى النرفزه، واللعب بدا تركيزهم على يعني المشادات مع المنتخب السنغافوري اكثر من تركيزهم ان يرجعون للمباراه. لكن بشكل عام اعتقد ان المنتخب الفلسطيني الى الان قادر انه يحصل نقاط سواء في ملعبه او خارج ملعبه. تفضل. انا بضيف كل الاسباب يلي ذكرها الاخوان كلها حقيقيه شو صارت بالمباراه، بس انا برجع السبب للاتي. الفريق الفلسطيني اليوم خسر بسبب جهازه الفني واللاعبين بنفس الوقت ما عرفوا يتعاملوا مع المباراه من قبل ما تبدا، نمره واحد. نمره اثنين، دفعوا فاتورة المجهود اللي عملوه ضد أزبكستان زائد مجهود السفر، وبظن وبعتقد إنه الاستشفاء ما عندهم الأجهزة أو المعلومات الجاهزة الجديدة الموجودة حاليا بالاستشفاء. التعب البدني والذهني يلي تابع للأعصاب هو سبب كل هالشيء، وخير دليل الفرص السهلة يلي أضاعها الفريق الفلسطيني وما بتضيع، وهذا كله سببه بيكون بسبب البدني والذهني. بس صحيح. إن شاء الله يونس ممكن فلسطين. مش المفروض مدرب المنتخب الفلسطيني، أنت لاعب في فلسطين وبعدين سافرت رحت سنغافورة وأصلا 5 أيام يعني، وعندك دكة بدلاء، مش من الأفضل أنك أنت تريح بعض لاعبينك؟ ممكن تستغل الشوط الثاني. أيوة أحسنت، وتأخذهم في الشوط الثاني تدخلهم مثلا، مش كان أفضل؟ طبعا أعتقد هذا صحيح خالد. المفروض كان المفروض على الأقل يزيد في 3 لاعبين شباب، خاصة أنه مثل ما شفنا كابتن الفريق الفلسطيني كان عبء على الفريق، بدل ما يكون هو القائد وهو المنقذ كان عبء على الفريق. انطى هدف الثاني، وايضا لم تكن له فعاليه يعني، كان يروح للهجوم ويرجع، يعني ما عنده ذاك الدور القيادي. يعني كان ممكن انه يكون هناك مدافع غيره، ممكن اضافه مهاجم او اضافه لاعب وسط يكون انشط. ايضا اعتقد مثل ما قلت خالد انه ممكن كان يكون هناك تبديل، يعني انه ممكن يكون لاعبين جاهزين ملاعبين اكثر، يعني اكثر نشاط اكثر قوه، وخاصه نعرف احنا شرق اسيا نعم يلعبون ستايل، لكن في الدقائق الاخيره يكون هناك عندهم هبوط باللياقه البدنيه. كان ممكن هؤلاء اللاعبين في اخر ثلث ساعه وربع ساعه تستفاد منهم، يعني اللاعبين اللي راح تجلسهم اخر دقائق راح تستفاد منهم. مثل ما قال بشار، اخر نص ساعه الفريق السنغافوري جر الفريق الفلسطيني الى التصادم والى الهوسه اللي احنا نقولها بكره القدم هوسه، وتشتيت تفكيرهم بالمباراه. وشفنا احنا اكثر واللي بداها طبعا للعلم اللي بداها هو عبد اللطيف منتخب فلسطين، يعني ببدايه الشوط الثاني توجه الى اللعب الخشن وخلى التركيز اللاعبين يروحوا بغير مجال، لكن مع هذا فلسطين كانت تصل لكن ضيعوا فرص. من وجهه نظري اعتقد انه النتيجه اكثريتها يتحملوها يعني اللاعبين، لان نعم ممكن المدرب له دور، لكن الدور الاهم هو للاعبين.
اللاعبين يمكن احنا كنا متحضرين، واعتقد دكريم ما ادري بشار ما من اللي قال انه ممكن هاي المباراه فوزهم على اوزباكستان ممكن يعطيهم نوع من الاريحيه بداخله، ما اعتقد اتذكر من اللي قال، ممكن هذا ايضا جره خاصه اللي شفناه، لان يعني انا اعرف كابتن منتخب فلسطين هو لاعب قتالي وهذا اليوم شفناه وكانه شارد من المباراه وكان عامل سلبي عليهم، لكن ايضا هي ممكن يعودون بالمباراة القادمة خاصة من أرضهم، لكن كنا نتمنى ونتمنى من نفس إنه حتى لو طالعين بنقطة من هناك كان شيء ينطيهم ادفانتج للأمام يعني بالمستقبل وبالدور الثاني، لأن تعرف هسه مكسب إنه اكسب نقاط خارج أرضك، اكسب نقاط أو حتى لو نقطة واحدة لكن بأرضك لا تفرط، هم المشكلة فرطوا هناك وكانت المباراة بتناول الأيدي، احنا قلنا حتى الشوط الثاني ممكن يرجعون يعني فريق السنغافورة مو ذاك الفريق اللي خوف يعني فريق الفلسطيني وخاصة احنا قلنا بالتصاعد، لكن هم ضاعوا المباراة عليهم صح. كانت هناك ركلة جزاء موجودة أيضا للفريق الفلسطيني، أعتقد خالد من وجهة نظري كان التعامل حتى اللاعبين الفلسطينيين والأخص كابتن الفريق كان اللعب يعني التعامل بتكبر نوعا ما يعني مع نفسه، فهذا خلاه يخرج من المباراة ما كان موجود بالمباراة، نقول هارد لك الفريق الفلسطيني وإن شاء الله يعوضوها المباراة القادمة إن شاء الله يعني إنه بالمباراة القادمة يعوضوها، لكن خسارة غير مستحقة على يعني ما يستحقون الفريق الفلسطيني، كان يستحقون إنه ممكن لو شوية جهد كان ممكن يأخذ المباراة. بس ملاحظة كابتن، ما يحزن يعني في هذه المباراة حلاوة وقيمة الثلاث نقاط اللي أخذوها من أوزبكستان اليوم رجعوا للصفر، يعني أنت أخذت ثلاث نقاط من فم منافس قوي ومرشح، اليوم بخسارتك أمام منتخب على الورق ضعيف وكأنه ما سويت شيء مباراة. أتفق معك شيخ، كرة القدم دائما فيها فوز وخسارة، نقول هاردك المنتخب الفلسطيني معوضين خير إن شاء الله. في المجموعة الثالثة المنتخب البحريني تصدر مجموعته بعد ما فاز على كمبوديا 1-0 سجله كميل الأسود، وهذا هو الهدف الوحيد في هذا اللقاء. اللي في مجموعة البحرين هم كمبوديا، هونغ كونغ والعراق وإيران اللي متقدمة حتى هذه اللحظة 2-0 على منتخب هونغ كونغ. ما شاء الله كورنر لصفر. عدنان تكلم صح؟ تكلم لكل. حد فيكم بيقول شيء؟ أنا بس أنا كلمة واحدة على مباراة البحرين. تفضل. أنا هذا اللي البارحة المباراة السابقة طرحته، إن البحرين يعني أكثر الناس إنه عبالهم إنه تعادل العراق مع البحرين هو مكسب للفريق العراقي، لأن الفريق البحريني ما كان ذاك الفريق إنك سهل تفوز عليه، أنت هسه انطيت ادفانتج الآن أخذ ثلاث نقاط خارج أرضه، إحنا ممكن نروح هناك نتعادل، يعني أنا أقول إنه دائما الفرصة من بيدك الزمها بيدك، لا تخليها تأجلها. الأسبوع في اليد أحسن من أي أحسن ما تفكر بها للمستقبل. بس يعني أنت تكلمت بجزئية مهمة إلى وهي السفر الفريق الساعة المرهقة والتعب. من المفترض في قراءة كان لا 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 إدارة الفريق، فشفنا إدارة الفريق أو قيادة الفريق في هذه المباراة كانت سيئة للغاية، يعني حتى نجروا ليس فقط بعملية الفوضى مع منتخب سنغافورة، أيضا في بداية المباراة أنت جاي تعبان جاي كذا، ممكن أنت تسير المباراة كيف ما بدك، ألعب في بطء لأنه تعرف منتخب سنغافورة الرتم مالتن سريع، ولكن ما بيكملوا في هالرتم خلال 90 دقيقة، فأنا ممكن بداية المباراة ألعب برتم بطيء، أسير كيف ما بدي، الشوط الثاني أو نص ساعة الأخيرة أنزل مثل ما بقول الكابتن خالد البدلاء الجاهز زين وأسرق المباراة. هاي المباراة كان بدها قراءة متأنية. قراءة لما على هذا التكتيك إذا قدرت فلسطين كل هذا الأمور اللي بتكلم عنه بسويها بيكون فريق قوي يفوز. لذلك مدرب على حسب إمكانية اللاعبين ما يقدر يستخر هذا فرق يا خالد. في إمكانيات. هذا فرق تظهر كيف؟ أحمد في هذا فرق بتدافع وتلعب على المرتدة. كابتن اسمع. جاء مع فريق ضعيف يريد يستحوذ على الكرة يجيب نمط مع نظام غير. ما قادر بالنسبه لامكانيات اللاعبين، امكانيات اللاعبين المنتخب الفلسطيني افضل في واحد ضد واحد، يعني انت افضل بكل الخطط اللي قلتها ينفذها اكيد هلا برازيل ما بس في شغله بالنسبه للمدرب الفلسطيني لما اشتغل ما تعامل صح مع المباراه، حتى في التبديلات لما غير مركز بمركز، وحتى في اخر شيء طلع مهاجم ودخل صانع لعب، انت بحاجه انك تسجل، خلي محمود وادي
اوكي زيد كمان مهاجم، طلع صانع لعب، طلع التبديلات زادت من فوضى الفريق وليس عدد اضافي، ما كانت فعاله كمان. ما كانت فعاله، ما كان اضافي، يمكن كانوا منيح بس ما عملوا شيء. شكرا لكم، نكتفي بهذا القدر، راح نرجع وياكم ان شاء الله مشاهدينا الكرام الساعه 7 مساء قبل مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب الهندي اللي راح تبدأ الساعة 7:30 إن شاء الله في استاد جاسم بن ها 7:30 مباراة منتخبنا 7:30 مباراة منتخبنا أي والمباراة راح تكون في استاد جاسم بن حمد في نادي السد وإحنا وياكم إن شاء الله الساعة 7 نشوفكم على خير بعد ساعتين من الحين إن شاء الله. رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام وننتقل نفتح معكم ملف مباراة منتخبنا الوطني مباشرة إلى استاد جاسم بن حمد والكابتن محمد هناك، كابتن محمد هام تفضل بشعيل. مرحبا يا كابتن، مساك الله بالخير، نمسي عليك وعلى المحللين اللي حواليك وعلى الجمهور، نقول لكم يا هلا ومرحبا فيكم. خلال العشر مباريات انا متاكد انتم ملاحظين معي، خلال العشر مباريات اللي طافت لمنتخبنا في هناك شيء ايجابي جيد، يعني انا لاحظته، ومن خلال المباريات القويه او المباريات الوديه او المباريات الرسميه هناك الشيء الايجابي هذا، الجديه في كل المباريات، الجديه وعدم الاستهتار باي فريق كان، سواء كان فريق قوي او فريق ضعيف، وهذا اللي لاحظناه في اخر مباراه مع فريق افغانستان، فريق كان جدي ولا كان مستهتر، فهذه الامور كلها ترجع اعتقد انها هي لصالح الجهاز الفني والجهاز الاداري اللي قدر انه هو يخلي الفريق من بطوله اسيا الى الحين في حاله الجديه وعدم الاستهتار باي فريق. يا كابتن ابو حسن لاحظت هذا الشيء؟ ما شاء الله الجديه موجوده وعدم الاستهتار باي فريق كان سواء قوي او ضعيف، هذا طبعا يرجع لكم ويرجع الى الجهاز الفني. بكل تاكيد اتوقع ان المدرب فيليكس سانشيز في كل حصه تدريبيه اكد على الجديه وعلى التدريبات بشكل جدي، حتى لو كانت تدريبات استشفائيه، اللاعب داخل ارض الملعب ينسى كل المشاكل، ينسى كل الامور المحيطه ويركز بس في التدريبات، يركز بس في المباراه، وهذا يمكن اتوقع سر تفوق فيليكس سانشيز على مجموعه كثيره من المدربين اللي مروا على الكره القطريه. الحمد لله اتوقع حتى معدل تهديفنا ايضا من المعدلات التهديفيه العاليه في اسيا، ايضا استقبالنا للاهداف قليل، فكلها امور كلها ايجابيه، ان شاء الله احنا نطمح للاكثر. المدرب قال في المؤتمر الصحفي نحترم كل الفرق اللي احنا راح نواجهها، سواء كانت بعيد عنا في التصنيف او كانت احسن منا في التصنيف، كره القدم تعطي من يعطيها و90 دقيقه هي اللي تحدد النتائج. شيء ثاني ايجابي لاحظته في المنتخب ومن خلال الجهاز الفني، اتاحت الفرصه لاكثر من لاعب،
يعني كان الواحد يحس ان المنتخب مش محصور الى لعيبه معينين، لا بالعكس احنا نشوف لعيبه وايد يعني موجودين على دكه الاحتياط، خاصه اليوم انا متاكد انه راح يحصلون فرصتهم خلال الشوط الثاني اذا كانت النتيجه ايجابيه. بكل تأكيد طبعا أتوقع أن الكل أشاد بيوسف عبد الرزاق في المباراة الأولى، ظهر بمستوى جيد في أول ظهور له مع المنتخب الأول، أيضا عندنا هاشم علي أيضا موجود، ممكن عودة عبد العزيز الأنصاري أيضا المنتخب قد تشهد في مباراة اليوم مثل ما ذكرت بحكم النتيجة في شوط المباراة الأول، راح نشوف أيضا مجموعة كثيرة من اللاعبين وإن شاء الله يمكن يكون هناك تغيير أيضا في المراكز نفس ما شفنا المباراة اللي راحت، كريم بوضياف كان يلعب متأخر، أبو علام كان يلعب شوي متقدم، فهناك في تغيير كثير في المراكز بحكم أن احنا نحاول نجرب أكبر عدد ممكن من اللاعبين. قل لي قرار استبعاد أكرم عفيف إداري ولا فني؟ القرار اكيد فني للمدرب فليكس سانشيز، هو ارتاح ان كيرن ما يكون موجود في مباراه اليوم، طبعا وجهه نظر نحترمها، واكيد هو يعرف مصلحه المنتخب مصلحه الفريق في قادم المواجهات والاستحقاقات. اموركم طيبه؟ غيابات اصابات لا سمح الله؟ الاصابات يمكن كريم بوضياف تعرض لاصابه في المباراه الاولى فبالتالي مش موجود في مباراه اليوم، غير عن هالشيء البكري ايضا تعرض لوعكه صحيه وتم انتداب يزن، غير عن هالامور الحمد لله الفريق جاهز ومستعد لمباراه اليوم. شكرا يا كابتن، شكرا وبالتوفيق ان شاء الله. كابتن خالد جاسم هذا الموجود عندنا عندكم. شكرا لك بوشعيل، وحاله من التشجيع والمؤازره والحماس نشوفها عند اهل قطر اتجاه هذا المنتخب الذهبي ان شاء الله، وفي نفس التوقيت منتخبنا قاعد يعطينا نوع من الحماس ونوع من يعني احنا نشجعهم وهم يشجعوننا على الحضور والمؤازره والتشجيع، وواضح ان باب المنتخب مفتوح امام الجميع وليس حكرا على اي لاعب من اللاعبين اللي موجودين حاليا في المنتخب الوطني مثل ما يصرح اخوي علي الصلاه. عموما اخر مستجدات منتخبنا الوطني. بسرعه الى مباراه منتخبنا امام الهند وما علق بشانها المدرب سانشيز وهو يقول في مؤتمره الصحفي الذي سبقها بان لقاء افغانستان ليس كمقابله الهند ابدا، فقد شاهدت مباراتهم أمام عمان وكانوا متقدمين حتى فترات متأخرة من التسعين دقيقة. والكلام لسانشيز الذي أضاف أيضاً لا أريد القول بأن لاعباً بعينه قد تفوق في المباراة الماضية، عندما سئل عن يوسف عبد الرزاق والمعز علي، وعلى ذكر اللاعبين فإن صانع ألعابنا أكرم عفيف سيكون غائباً ومن سيحل محله أسماء كثيرة تسخر بها التشكيلة كاسماعيل محمد وهشام علي ويوسف عبد الرزاق وعلي عفيف، زد عليهم أحمد علاء، وعلاوة على كثرة الأسماء فأن طريقة اللعب هي الأخرى متطورة لدى منتخبنا، حين أجاب مدربنا عن تنوع الطريقة على مدار التسعين دقيقة وحسب ما يتطلب منه الوضع الذي هو فيه. وأخيراً وأولاً وقبل كل شيء يبقى حضور جماهيرنا على المدرج هو الأبهى في كل مباراة. تشكيلة منتخبنا. إيه منتخب من هو؟ تفضل. طبعا اليوم المباراة هامة ومهمة جدا مع تفضل. من بعد إذنك. أما ساعة قاعد يتكلم وياي ويسالف وياي، أنا توقعت بيعطيني سؤال وأنا حاضر اليوم قبلك صح؟ صحيح. شكرا. فتوقعت بيعطيني التشكيلة. طيب تفضل خالد تشكيلة عندك. لا عند ماهي. لا لا تفضل. والله العظيم قسما بآية الله ما راح اقولها. خلاص حلف هي مو بزعل لان عندي سالفه وياه. تفضل سالفه راسه بيكلم يكملها. يقول طبعا تشكيله منتخبنا اليوم في حراسه المرمى سعد الشيب، وخط الرباعي تقريبا نفس التشكيله مع بضياف يقيب اليوم يحل مكانه بسام، بدرو على اليمين، عبد الكريم على اليسار، بسام وطارق قلبين دفاع، ثلاثه في وسط الملعب عصام مدبو كارتكاز وسط، على اليمين خوخي بعلام، على يساره عبد العزيز حاتم اليوم اللي يعوض غياب تقريبا اكرم. اليوم حسن الهجوس نشوفه في الجهه اليسرى، المعز كراس حربه، ويوسف اللاعب الشاب في الجهه اليمين.
4-3-3. شكرا لك. بس خلاص تفضل كابتن. يا الرجال حتى يبي يدخل طريقه اللعب بعد تفضل. هو بس لازم يقول الاسماء ال11 لاعب وطريقه اللعب عندي فنيا يعني. تفضل. اليوم دخل عبد العزيز حاتم في التشكيل ودخل بسام كلاعب اساسي. نعم اتفق مع اخوي ابو محمد في رباعي الدفاع الموجود بالنسبه لنا، لكن في اختلاف لان ليش احنا عندنا نوعيه من اللعيبه المرنه في 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 طريقه اللعب، ممكن نحورها يعني، ممكن مثل ما قال ابو محمد نلعب 4-3-3 وممكن نلعب 4-2-3 يكون عبد العزيز حاتم مع مدابو او يكون خوخي مع اسمح لي بس في هذه اللحظه المنتخب اليمني يسجل اول اهدافه. شو الجول؟ استاهل الجول. ما اسمعك. جول عالمي. هدف جميل. اي هدف جميل جدا. دبل كيك في المنتخب للمنتخب اليمني على المنتخب السعودي. السعودي ما شاء الله. يا سلام. وفي المنتخب الاسرائيلي يتقدم على المنتخب الكويتي بثلاثة اهداف مقابل لا شيء. طيب تفضل خالد. فالمرونة موجودة في عبد العزيز، بنشوفها في عبد العزيز حاتم وخوخي. أنا أتوقع في حالة الهجوم هذول الاثنين راح يندفعون للأمام، يتركون مدابو الخب المساندة الموجودة سواء كانت على اليسار عبد الكريم أو على اليمين بيكون بدرو. يعني دائما في الهجوم راح نتواجد تقريبا بستة موجودين في الهجوم على حسب اتجاه الكرة سواء على اليمين أو على اليسار. التشكيلة تظل هي التشكيلة المثالية والتشكيلة الأنسب يعني بالنسبة لنا إن شاء الله، وإن شاء الله توفق اليوم منتخبنا. في المقابل خالد، منتخب الهند هناك عمل تغييرات اليوم، أربع تغييرات موجودة بالنسبة له. الأربع تغييرات هذه معناتها في عمل تكتيكي موجود بالنسبة للفريق. ما راح نشوف منتخب الهند مثل مباراة اللي عملها مع عمان، معناته اليوم التنظيم ماله راح يكون مركز بالشق الدفاعي. اتوقع نوعيه اللعيبه اللي بتكون موجوده لان عنده لعيبه صراحه جدا جيدين بيكونون قائمين. المنتخب الهندي قدم مباراه ممتازه قدام المنتخب العماني وين خسر 1-2. صحيح بكل تاكيد، يعني المنتخب الهندي حقيقه عم يتعامل مع كل مباراه على حد. ما طلبناه من المنتخب الفلسطيني تريح ثلاث لاعبين نتيجه السفر ونتيجه اليوم سواه مدرب المنتخب الهندي من خلال تريح اربع لاعبين، ممكن فقط اللاعب رقم 11 تشيشري هو 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 اللاعب الابرز، ممكن اليوم شفناه خارج التشكيل نتيجه اصابه، ولكن يعني يوم كرة القدم يجب أن تلعب بالطريقة المناسبة لفريق الخصم تبعك. يعني نحن طلبنا منتخب فلسطين أو مدرب كان يريح لاعبين ثلاثة ممكن يزيد فيهم بالأخير. بنشوف اليوم منتخب الهند شفنا في السنوات الأخيرة منتخب متطور جدا جدا، مباراة الأخيرة خير دليل إنه 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 كان ند قوي ولعب مباراة كثير كبيرة، ولكن بعتقد إنه المباراة منتخب قطر في طابق ومنتخب الهند في طابق، وإن شاء الله وتعالى منتخب قطر بسهلة عليه من البدايات. أو ممكن أختلف نوعا ما، ممكن اليوم طريقة لعب منتخب قطر أيضا مغيرة، اليوم بتروح أكثر للأربعة واحد أربعة واحد، يعني هي 4-3-3 بس ممكن تروح 4-1 مشان ما يكون في بعد كثير عن التشكيل السابق 4-2-3-1، ولكن 4-1-4-1 ما دبه هو الوحيد قدامه اربع لاعبين وقدامه مهاجم صريح، وبعتقد انه تشكيل مناسب وان شاء الله وتعالى بكون توفيق لمنتخب قطر ان شاء الله. مرد تفضل. بالنسبه لاي شخص بتساله اليوم بقول لك قد ايه النتيجه، أدي كم يعني النتيجة لقطر بس كم هدف هيدي على الورق، بس بالنسبة للفوتبول الحقيقي بنقول لا. في عندي رأي ببعض الأشياء اللي قالون الأخوان. نمرة واحد، ما فينا أي جهاز فني كل ما بده يغير لعيب أو يعمل لعيبين كذا بيغير التكتيك تبع الفريق، بيغير تحركات اللاعبين وليس التكتيك، لأنه إذا كل ما بدنا نلعب لاعب أو نلعب لاعبين أو نلعب ثلاث لعيبة من غير التكتيك فريق بضيع. هذا لسه ما وجد الفريق بالعالم اللي بيلعب هيك. هذا أنا بالنسبة لرأيي. اليوم المباراة تقصد الهند ولا تقصد الهند ولا من؟ أرنها. الهند ولا منتخبنا؟ من اللي غير التشكيلة؟ قطر. نعم؟ من اللي غير التكتيك كابتن؟ منتخب قطر أو منتخب الهند قصدي؟ لا لا لا، بقصد أنا بشكل عام إذا مثلا
انا بغير لعيب اثنين ثلاثه برجع بغير التكتيك، برجع ماتش ثاني برجع بغير لعيب بلعب تكتيك لا العام لا هو بضل واحد، حركه اللاعبين هي اللي ممكن تتغير. انا مثل ما اروح مع خالد نختلف معك نختلف كثير كابتن معك، لانه منتخب قطر في البطوله الاخيره بطوله الاسيويه لعب في عده تكتيكات، لكل مباراه كان عنده هدف ما استراتيجيه ما ونجح فيها. وهذا كلام سانشيز في المؤتمر الصحفي. تفضل عبد العزيز حسن. طبعا اليوم مباراه بالنسبه حق منتخبنا يعني هي مش صعبه، لكن يهمنا ان منتخبنا يؤدي نفس الروح نفس التركيز، ويكون في تراخي فريق اقل منك امكانيات، لكن منتخبنا اليوم مطالب دائما، والكل ينظر له انه بطل اسيا، ينظر له انه صاحب مستوى ثابت وعنده لاعبين يعني يقدمون متعه ويقدمون مردود فني واضح. طبعا اليوم عدم وجود اكرم راح يوجد يوسف على الطرف اليسار يقوم بدوره، لكن اليوم دخول عبد العزيز يمكن الادوار راح تختلف، عبد العزيز طريقته مختلفه، خوخي على اليمين وراهم مدبو. انا يعني الفريق يعني ما عنده ضغوطات كبيره، خصم قوي يخليه يرجع يعني عشان يغير تكتيكه الدفاعي، راح نشاهد ان امكانيات فريقنا هي اللي راح تكون مستحوذ، هو المستحوذ والمسيطر، لكن اهم شيء ان الطريقه الهجوميه تكون فيها سلاسه فيها مرونه. اليوم نفتقد اكرم في الصناعه، ان اكرم دائما هو الصانع رقم واحد في الفريق الان خاصه مع المعز. ان شاء الله نشوف يوسف اليوم متوفق وحسن على الطرف اليمين، من خلفهم دور ابو علام وحاتم يقومون دور صانع اللعب، اتمنى انهم يساندون الاطراف بشكل جيد او المعز في العمق. مايد منتخبنا منتخب الهندي يعتمد على دفاع المنطقه وطريقه هي كرواتيه قديمه محمد، ويغور يعتمد عليها في تدريب المنتخب الهندي، فايش راح يصير على اساس ان احنا نكسر نظامه؟ لان دفاعه قوي وعنده طوال القامه حقيقه في خاصه قلبين الدفاع، ولذلك احنا شفناه مع فريق العماني عجز معاه حتى الدقيقه 82 قدر يكسر القاعده من تسديده من خارج المرمى ويتعادل معاه 1-1، وثم في الهدف الاخير اللي جاء في الدقيقه 92. لذلك احنا يجب ان نلعب على الاطراف اكثر حاجه من العمق الدفاعي. اذا بنلعب مع العمق الدفاعي نلعب الونتو والمثلثات صغيره او المجهود الفردي لاعب مع لاعب يروح على المرمى. اليوم حقيقة احنا شكلنا اتفق مع عبد العزيز، اليوم احنا بنفتقد اكرم، لان اكرم متعلمين عليه وصانع لعب، وخاصه بالجهه اليسرى، الجهه اليسرى دائما فاعله. عندنا بدايل وايد ابو محمد. عندنا بدايل، عندنا بدايل، لكن هو اكرم حنفتقده اليوم على كل في الملعب. خلاص ما اكرم مختلف عن اي لاعب، لكن انت لازم انت يعني تحسب حسابك في اي غيابات. المدرب اليوم استعاض بالهيدوس في الجهه اليسرى، الهيدوس كلاعب خبره يقدر يلعب في الجهه اليسرى، ولكن اعتقد ان الهيدوس لن يبقى في الجهه اليسرى، اعتقد بيضم على الداخل مع المعز او تحت المعز بكثير من الاحيان، ويترك الجهه اليسار لعبد الكريم حسن اللي يعني عارف للجهه اليسرى وخاصه في عرضياته. اليوم مطلوب من بدرو في المباراه السابقه ما شفناه يلعب كثير في العرضيات، اليوم مطلوب منه ايضا يدخل ويساند يساعد يوسف ويلعب كور قطريه اكثر من عرضيه، لان شكل ما قلت الفريق الهندي كراته لاعبين اقل بالدفاع طوال الغامه. اليوم ايضا مطلوب من حاتم ومن ابو علام مسانده المعز كثير، يعني سانده المعز وسانده تقريبا الهيدوس، والتسديد من خارج المرمى، يعني يجب ان اذا شفنا دفاع المنطقه شكل ما تفضلت دفاع المنطقه مقفل قدامنا يجب ان نستخدم التسديدات، وعبد العزيز يملك التسديدات وابو علام يملك التسديدات من خارج المنطقه. انا اتمنى ان اليوم ان خط الدفاع اليوم يكون يعني يقظ ومن اول دقيقه، ونحترم الفريق الهندي من اول دقيقه، لان الان احنا شاهدنا من شوي المباريات الشرق اسيا، الفرق الشرق اسيا كلها متطوره، كلها تطورت وصارت الفوارق بيننا وبينهم قليله جدا لا تذكر، لذلك نشوف النتائج متقاربه بيننا وبينهم. الهند فريق متطور، فريق قوي، واحنا ايضا فريق متطور، واحنا الافضل تطورا في المنطقه اذا جاز التعبير، والدليل كاس اسيا ومشاركتنا في كوبا امريكا، واللي قال عنه اخوي محمد هام اخر 10 مباريات الفريق من المباراه الاخرى نفس السيستم ونفس التنظيم ونفس النظام في الملعب، وتقريبا نفس المجموعه يدخل لاعب ولاعبين بالكثير من الفريق، فاحنا عندنا الفرصه بين جمهورنا الكبير والحاضر اليوم في الملعب بفاعليه مع الفريق،
فانا اعتقد ان اليوم النتيجه لصالحنا ان شاء الله. المنتخب الاسترالي سجل في هذه اللحظات هدفه الرابع في مرمى المنتخب. لا بين الشوطين البدايه الكويتي او اعاده ها؟ اعاده الاهداف اعاده الشوط الاول. الشوط الاول انتهى 3-0 انا فكرت انه 4. طيب كابتن خالد تفضل. اي فريق ضعيف ما في يلعب الا دفاع منطقه، ما بيقدر يلعب من تو مان. شيء طبيعي الهند يلعب دفاع منطقه كفريق كله. لا لا غيروا ستايلهم، الهند ما تغير ستايلها، الهند اعتقد خالد من وجهه نظري الفريق القطري ما عدا يوسف الكل واحد يعرف الاخ، صار لهم فترات طويله يلعبون ما عدا دخول يوسف بالمنظومه، وايضا مثل ما قال محمد عفيف له مكانه وله تاثيره وله ثقله بالفريق وله ثقته اللاعبين به. اعتقد هاي العامل شويه ممكن ياثر على الفريق القطري مع احترامي يعني رايكم، لكن اكرم عفيف له وضعه وله شخصيته بالفريق وله قيادته. بالنسبه للفريق الهندي يختلف عن افغانستان. اعتقد الفريق الهندي يختلف كليا، فريق يلعب كره جميله مع عنده ثقه بنفسه، نعم راح يقابل فريق قطري، فريق بطل، فريق له وضعه ونتائجه الايجابيه. تبقى المحك انه يبقى الاختبار للفريق القطري، هل الفريق القطري عنده يبقى على نفس السيستم ماله ام يكون هناك نوعا ما يعني تخوف؟ تعرف انت فريق اذا جاك يلعب كوره ويجاريك ممكن يصير رد فعل عند اللاعبين. اعتقد هاي من خلال المباراه راح نشوفها اليوم، وخاصه النقطه الاهم ان مثل ما قلت لك خالد اكرم عفيف اخذ وضعيته بالفريق، فاعتقد هاي نوعا ما ممكن شويه خاصه باتجاه المعز، لان المعز دائما عنده ثقه ان اكو لاعب يمه تصل باي لحظه تصل الكره ويسوي الفارق للفريق. فمن وجهه نظري انا اعتقد ان المباراه ما تكون سهله مثل ما تتوقعوها، يعني من وجهه نظري انا اشوفها مو ذيك السهوله بها خاصه بابعاد اكرم عفيف، لكن اعتقد الكفة تميل للفريق القطري، لكن من وجهه نظري اشوف انه ممكن هناك ما تكون سهوله المباراه للفريق القطري. يا كابتن اللي قيد في منتخب قطر عنده تنوع في اللعب. صح. تنوع في اللعب يقدر يدخلك من العمق، عنده قوته في الاطراف ان كان الاجنحه المتقدمه او اللي جاي من خلفه، عبد الكريم حسن وبيدرو يقدر يختار جناح ايمن او ايسر العب عليه اضغط على الفريق اقوى يكون تغيير تنويع اللعب، كل الامور في صالحه. اكرم عفيف هو اللاعب اللي كان نهايه الكره عنده، يعرف متى ينهي الهجمه ان كانت بهدف بصناعته هو بتسجيله، عموما الفينيشينج عنده. ثاني حاجه المهم كانت الفرق الاخرى تراقبه، يعني اللاعب هذا بيسحب لك بعض من المدافعين بيتيح فرصه لاصحاب الاخرى اللاعبين القادمين من الخلف، لذلك بتشوف دائما يظهروا الباكات. ليش؟ بعض الاحيان الرقابه الدفاعيه على اكرم اذا ما استلم كوره يتيح للاخرين يلعبوا، اليوم غيابه بنشوف شكل اخر. عموما حتى غيابه بياثر، لكن منتخب قطري عنده حلول كثير. المنتخب اللي عنده حلول كثير ما تخاف عليه، لانه عارف كيف يعلي الرتم، يهدي الرتم، تحضيره من خلف عالي جدا. هي عمليه استغلال الفرص. كابتن احمد استغلال الفرص هي النتيجه. هالشيء بيصير بالملعب ما بالحكي. كيف؟ بيصير بالملعب. زين احنا بنتكلم يعني كل احداث الملعب اللي لعبه من سابق زمان، يعني بعطيك صوره المنتخب القطري اللي شفناه من خلال البطولات المباريات الاخيره كوبا امريكا، يعني خلاص فريق صار له شخصيه وبطل يعرف كيف يتعامل. اليوم نحن بنشوف اكرم غيابه، بعد الشوط الثاني بنعطيك حديث اخر مساحات الملعب امور ثانيه بنشوف الغياب، لكن كمنتخب ما في خوف. تنويع اللعب في كره القدم ما خاف عليك، انا اخاف عليك لما تلعب تكتيك معين او تكتيكين خوف، لكن عندك تنويع وعندك امكانيات، عقليه المدرب وفكره متطابق مع احداث اللاعبين وفكرهم ونجاح المنتخب. انا رايي كل ما يكون الهدف مبكر يعني بيصير اهل المباراه على الفريق القطري، كل ما بتاخر الهدف كل ما بصير شويه فيها حراس. شو توقعاتك بشار؟ انا داري انك يعني زعلان بس كرة القدم نقدر نطوفك يعني. المنتخب القطري راح يتقدم الشوط الاول بس يعني مباراة ما مختلفة تماما عن مباراة فرنسا، يعني الهند شفناهم في هم اسيا شفناهم في المباراة الاولى، صحيح مستواهم ينزل الشوط الثاني لكن دائما يبدون قوة، لكن التفوق راح يكون منتخب القطر بغض النظر عن غياب اكرم او عبد العزيز حسن. أنا عندي ثقة في منتخبنا إذا لعب جدية أتوقع أقل تقدير 2-0 شوط الأول. أحمد الرواسي. يا أخي نضرب الهند خلاص التوقعات، أحسن نسكت. وهذا توقعي إن شاء الله.
كلهم بيقولوا قطر 2-1 على حسب مشاق اللاعبين، يشقل من ورا ولا من قدام. طيب كم انت مصعب؟ انا بقول اثنين كل واحد بيقول قطر احمد وسام، وان شاء الله بنشوفهم بأدوا نفس الاداء اللي أدوا فيه المباراه السابقه 2-0 لمنتخب قطر ان شاء الله. 1-1 مباراه السعوديه والمنتخب اليمني، في هذه اللحظات المنتخب السعودي يسجل هدف التعادل. 1-1 يا شباب مش 1-0. يونس اتوقع تعادل الشوط الاول، ممكن يلاقوا صعوبه منتخب قطر الشوط الاول ولكن 1-0. عدنان 2 الشوط الاول. خالد لا ان شاء الله، ان شاء الله 2 بنكون. انا مع كابتن عدنان. مايد وانا مع الكابتن عدنان. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني ان شاء الله في هذه المهمه الاسيويه من ملعب الانجازات. استاذ جاسم بن حمد، خليل البلوشي يعلق على احداث مباراتنا مع المنتخب الهندي بعد نشيدنا الوطني والنشيد الوطني الهندي، فإلى هناك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذا منتخبنا الوطني يطلع متعادل سلبيا مع المنتخب الهندي مع نهاية الشوط الأول، ياسر أنا برأيي شوط نموذجي ينقص التسجيل فقط. لو رجعنا الإحصائية بنشوف عملية الاستحواذ 70-30 للمنتخب القطري، تهديد المرمى 14 كرة في المرمى، فهذا يعني أنك عم تصل لمرمى الخصم ولكن ينقص التوفيق والحظ واللمسة الأخيرة، بدها هدوء نوعا ما. شوط نموذجي المنتخب القطري أنا برأيي ما يتسرعوا، الهدف حيجي حيجي إذا واكبوا على نفس الوتيرة بنفس الروحية، وإن شاء الله وتعالى ما نقص الشوط الأول من اللمسة الأخيرة في المرمى الشوط الثاني بتعوض للمنتخب القطري. ليش ما سجلنا اذا احنا مستحوذين ومسيطرين مسوين كل شيء؟ هذا السلبيه الوحيد ان فريقنا ما سجل رغم الاستحواذ ورغم التسديد ورغم ان نلعب 45 دقيقه في ملعب الفريق الهندي. السلبيه الوحيد ان ما سجلنا، اعتقد هنا ينقصنا ايضا بعض الحلول. الجهه اليمنى حقت اللي في يوسف ما تفعلت مثل جهه الهجوس، جهه الهجوس هي الوحيده الجهه اللي مفعلها من خلال عبد الكريم ومن خلال حسن، واحنا نعذر يوسف لان كشاب ما عنده خبره حسن ولا عنده ولا وايضا ولا عنده المدافع بدرو نزعه عبد الكريم متواجده، فالجهه اليمنى حتى حقيقه هي متعطله بشكل اثنين. احنا قبل المباراه اكدنا ان اليوم بنواجه في الدفاع متكتل وخاصه في العمق، فالحلول الفرديه ايضا من خلال التسديد ما سدد الا طارق وبسام من خارج الملعب خارج 18 كرتين، وايضا بعلام تسديده واحده، فالتسديد حقيقه من خارج المرمى ضعيف جدا. اليوم ايضا انا اعتقد ان المعز اليوم يعني ما اخذ المكان الصح، يعني اليوم حسه في التوقع ما كان جيد شكل المباريات السابقه، فقط في كره واحده توقع المكان والاحساس صح وشكل خطوره على الفريق الهندي. انا اعتقد ان المعز يجب ان يتحرك في المساحات الصح وفي التوقيت الصح على اساس يخلق حق نفسه فرص للتسجيل. هذه الكره مثلا كره عبد العزيز، هاي كره ما تضيع حقيقه، المفروض سهله على عبد العزيز يسجل هدف محقق. حتى الان الدفاع وحارس المرمى مرتاحين في هذا الشوط، واحنا سلبيتنا الوحيده ان ما سجلنا، فيجب ان السلبيه ما تستمر في الشوط الثاني. انا اشوف ربعنا ما قصروا خالد، لكن رجل الشوط الاول اللي هو جوربرث سينغ حارس الهندي منتخب الهند. نعم، لان احنا نلعب امام فريق متكتل يلعب بطريقه الدفاع ب4-5 طيب في الدفاع، فالمساحات الموجوده بالنسبه لفريقنا لم توجد، كانت صعبة جدا، وكان يجب أن نلاحظ الآن التكتل الدفاعي، هاي الأربعة المدافعين وقدامهم الخمسة ها؟ خمسة أربعة الخمسة أربعة وأربعة خمسة تصير في بعض الأحيان، نحن بنشوفها بعد شوي، فكان تكتل كبير يحتاج كان إلى لعيبة اللي يكون فيها ممكن أن يعني المحاولات من التسديد من خارج المنطقة، وحاولنا فيها في التسديد من دقيقة 19 كانت التسديدة الموجودة مالت حسن وبعدها طبعا الحارس، لكن لما يكون عندك تكتل في العمق الدفاعي يجب أن تكون عندك لعيبة تفتح الملعب تقدر أن تخترق بشكل جيد. اليوم الدور المهم اللي قام بحسن الهدوس هو الدور المهم في الجهة اليسرى، لكن الجهة اليمنى مثل ما قال محمد ما شفناها، حتى وجود خوخي وحاتم
ما كانوا اللعيبه اللي مساندين بشكل جيد او نوعيه واحد منهم الممرر بشكل جيد في العمق. كانوا دائما ما يكونون اي كره موجوده بالنسبه لهم يحاولون كيف ان يستخلصون الكره بالنسبه لهم اساس تسديد في المرمى. فكانت العمليه بالنسبه لنا في العمق الهجومي شوي غير منظمه بشكل جيد. علينا تفعيل الجهه اليمنى، علينا التركيز بشكل جيد في التمرير في العمق بالنسبه للمعز لاستخلاص اي فرص. شنو الحلول عبد العزيز؟ هو طبعا الملاحظ ان يعني المدرب الهندي عامل من تغييرات الثلاث لاعبين عند اللاعب مصاب انه يكون في تكتل دفاعي وتكتل خط الوسط يحجم خطوره لاعبه منتخبنا. لكن لاعبه منتخبنا او وجهه نظري لما فريق الهندي شاهدناه على فترات يطلع لين منتصف الملعب المفروض ان التحول يكون سريع على اساس تضرب خط الدفاع. ما شاهدناه، كان في بطء بدايه المباراه لين اخر ربع ساعه 10 دقائق شفنا الرتم سريع، جات فرص حق المعز، العكسيات كان في اختراقات، لكن التأني في التمرير او وقت التمرين كان مش خاطئ. لكن في اعتقادي منتخبنا محتاج السرعه في الاداء، مش التسرع، السرعه والتركيز فقط. طبعا يحسب لحارس مرمى الهند، يحسب للمدرب وخط دفاع انهم التكتل هذا نتج انه يخرج متعادل شوط الاول. نعم، طيب مباراة المنتخب الكويتي مع الاسترالي تنتهي بخسارة المنتخب الكويتي على ارضه بين جمهوره 0-3، ومباراة المنتخب اليمني والمنتخب السعودي في هذه اللحظات التعادل هو سيد الموقف 2-2. فاصل. اهلا بكم مشاهدينا الكرام. طيب الشوط تفضل عندنا دكتور شي تفضل. انا مع كل كلمه قال الكابتن ياسر بالنسبه للفريق القطري، ولكن التمريره للتهديف او التهديف ما عم اليوم ما عم نقول ما في، ما عم نلاقي اللاعب المميز السوبر يلي يقدر يمرر تمريره صحيحه تقدر تسجل فيها هدف او تسجيل الهدف. نمره 2 على طول جهة الشمال هي بتلعب مثل ما، ولكن اليمين ما في بدء هجمه من جهه اليمين ابدا ابدا ابدا. الشغله الثالثه اليوم عبد الكريم ما عطوه الا مرتين مساحه يفوت على جهه الشمال، صحيح، وبعدنا عم نركز على جهه الشمال. المفروض هلا شمال يمين وعمق لازم نزيد واحد قدام معز منشان يصير المراقبه بعيد شوي، بصير بعد شوي عن بعض ممكن يفضل نص يلي بيجي من ورا بالنص. تفضل يونس. انا اعتقد من وجهه نظري شو نسوي عشان ننوع اللعب ونفك هذا التكتل الدفاعي او يعني انا توقعت هذا السيناريو، بس توقعت انه الهند ممكن تهاجم، لكن الهند تخلت عن الهجوم فقط بالدفاع، وهذا الشيء منطقي بالنسبه لهم امام فريق منتخب قطر على الامكانيات اللي عنده والبطل اسيا. اعتقد القطريين دا يصلون ويحصلون فرص، لكن هي نسبه التوفيق يعني بها. الحارس كان اعتقد نجم المباراه، وهذا طبيعي بكره القدم خالد، ان فريق يدافع وفريق يهاجم ممكن ما يسجل وممكن يسجل 6-7، هي تبقى التوفيق وعدم التوفيق. اعتقد بالنسبه للفرص اللي دا تحكوها، لا انا من وجهه نظري انه القطريين حصلوا على اكثر من 7 فرص 6 فرص يعني ممكن اهداف يسجلون بها، صحيح، لكن هو التوفيق والحارس ايضا. لا تنسى خالد الحارس اليوم كان في وضعه، لكن الى متى يصمد الفريق الهندي؟ الى متى؟ هنا لا تقول لي انه ابدل يوسف او اجيب فلان، لا الفرص دا تجي، فرص موجوده ودا تصل بنفس الفريق ممكن يسجلون، ممكن دا تصل لحد المنطقه السته. اخر فعاليه الجهه بس اخر فرصه المعز بخط السته يم الحارس وطلعها الحارس، معناته شنو؟ معناته انت تخلق فرص، ما عندك مشكله بالفرص، مشكلتك فقط ان احد اللاعبين يتوفق ويسجل هدف تنفك الشفره كامله. انت من تريد تسوي تغييرات بالمنظومه انك تغير، على شنو تغير؟ فرص عندك. ازيد فعاليه الجهه اليمنى اللي هي مش موجوده الان. انا وياك زين، ممكن هم يعني هم من التكتيك مخلينا الضغط على باتجاه، لا 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 تقول لي اليمين، باتجاه حسن الهيدوس، الجهه اليسرى على حسن الهيدوس وعبد الكريم. هذا الاساس مثل ما قال الكابتن عدنان، ما في كرات وصلت لعبد الكريم. زين اوكي، الجهه اليمنى انا ما شكلت عندي خطوره، ما تحتاجها، ليش ما تحتاجها؟ ما تحتاجها لان ما انت تحتاج. اصلا انت تخلق فرص يعني انت مو بسمح لي الفرص اليمين واليسار متري شغلهم، من يصير عندك خلل انك ما تخلق فرص فش تسوي؟ تنوع من اليمين تريد، بس انت فرص اصلا عندك انت يعني انت بالعكس. انا من وجهه نظري يوسف وجوده
وجوده وان المدافعين مركزين واقفين يم يوسف ما عندك ذات اهميه، لان انت اصلا من اليمين انت تخلق فرص، يعني ما يحتاج انك تنوع تقول مثلا اذا نوع من يوسف على الفريق الخصم. هي شغله مراقبه على هذه خالد، هي شغله بس تفتح ملعب عرض الملعب 70 متر هو فاتح الملعب، فاتح الملعب هو فاتح ما داخل جوه يوسف حتى يعني يغلق فتح الملعب كابتن يونس خالد، هي التوفيق فقط ان اللاعبين عبد الكريم بالسته طلعت خارج اللي حكى عليها ابو محمد، حسن المعز بالسته طلع صدى الحارس، التسديد من الخارج دي يسددون والحارس ايضا طلعها، حسن الهيدو سدد، عبد الكريم حسن سدد، الفرص ده تجي، لكن قلت لك هي شغله توفيق. بس انت من خلال الكابتن في توفيق، حتى يعني انت تكلمتوا عن تسديدات كحل، حتى الكرات الثابته 9 ركنيات الشوط الاول، 9 ركنيات خطره واحده اللي هي كره خوخي وكانت من الدفاع، ما صار عمليه تنويع فيها، ما في تنويع بالضبط، ما في تنويع، ما في خطوره، ما في والله احيانا العباس احيانا قام الاول واحد يلعبها تشب واحيانا القام الثاني احيانا واحد برا، لا تقليديه كلها ركنيات تقليديه ولا واحده سوت خطوره الا واحده كانت خطا من الدفاع، 9 ركنيات الشوط الاول هذا واحد من الحلول الى جانب تسديد الكرات الثابته، جت كرات ثابته وايد للفريق القطري ركنه ما استغلها. طيب نحتاج تكثيف طمهمه في نقطة، شو وما سووا الحلول كلها إلى عملية، أنا ما أعتقد منتخب الهندي يقدر 45 دقيقة يظل نص الشوط الأول لأنه تحت ضغط عالي من بداية المباراة، منتخب القطر على التكتل هذا الهندي احتك كورة الأمام، هذا دحين أكرم عفيف اللي فرق هنا في البينيات القاتلة، أكرم مش موجود الآن لا تتكلم لا كلمك أنا الآن على عندك هذا اللي فرق لك في البينيات الآن انت تحتاج كره للامام عشان ما تعطي تكتل اكثر، ما اعتقد منتخب الهندي يقدر يقاوم الشوط الثاني بنفس القوه، هي العرضيات المبكره اللي ما استخدمها المنتخب القطري قبل ما يرجع الفريق الهندي ويتكتل في الخلف، عرضيات مبكره ما يطلع فيهم فرصه ما بيطلع بس الهنود طوال ما بيطلع لا معدهم مدافعين عمق طوال، انت شفت الفريق الهندي مع الفريق العماني كان يدافع على الاقل 30 يارد قدام، صحيح ودليل الجول الثاني اللي جاب وراه ممكن تسوي التمريره المبكره اليوم ما في مساحه في الخلف، ما عارفين خطوره طلع 4-5 مرات للامام لو استغليناها في عرضيات مبكره سريعه ممكن، انا اتمنى الان من المدرب يعني ما ادري يعني لازم يسحب واحد من 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 الوسط، واتوقع يسحب عبد العزيز حاتم ويدخل احمد علاء يكون قريب من 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 المعز في الناحيه الهجوميه، احمد علاء ما في فرص الا اذا كان رفع ممكن خلال التكتل، ايه اعتقد من كره ساقطه ممكن اي واحد قريب يسجلها حتى مع التكتل هذا ما هو تكتل يعني قوي لان الفرص الواحد في مره كثيره قاعد تجي، المشكله في التمريره اللي هي قبل الاخيره صحيح الاختيار اللي هو قبل الاخير لما يوصل عرضيه وين يلعبها لي برا لداخل قوية لما وصل على 18 سدد لعب وانتو حتى مع التكتل ما كان في صعوبة للمنتخب قطر إنه يهدد خالد. بس أنا بس خالد أهم نقطة لحظة يونس تفضل عبد العزيز وجهة نظري أهم نقطة يعني على التكتل وعلى يعني إن الفريق الهندي مجتهد والحارس مجتهد عنده إلا أن السرعة لازم تكون موجودة، ما في سرعة إحنا شاهدنا آخر 10 دقائق رتمنا صار أسرع في التنفيذ على الأطراف في التسديد في الاختراق من العمق، السرعه هي الحل الوحيد انك تفك اي شفره فيها. طيب اخذ انا بس انا اقول انا بالنسبه من وجهه نظري حسن الهيدوس اليوم قايم بدور ممتاز صحيح اكثر من دور اكرم عفي مع احترامي له، يعني شفته اكثر من فرصه خلق اكثر من تسديده، يعني اعتقد بالنسبه لاحمد انه قال هناك لكن حسن الهيدوس يروح جهه اليمين قايم بالدور قايم دخلت ما تكلمت على قلت لك البينيات فينيشي حمدي يسوي بدايه المباراه احمد شكرا لكم مايد بسرعه قلت لي بيخن اتمنى انه يبدل الوسط لو سمحت يونس واتوقع يبدل عبد العزيز حاتم ويدخل احمد علاء في مهاجم ثاني مع المعز كل التوفيق لمنتخبنا الوطني ونفك شفره الهند ونفوز باذن الله تعالى خلي البلوشي في السجاس بن حمد تفضل أهلا بكم مشاهدينا الكرام إذن نتيجة غير متوقعة أن نتعادل مع المنتخب الهندي في المباراة التي تقام عندنا في الدوحة أن نتعادل مع الهند في الهند فأنا أقدر هذا الشيء منتخب متطور ويلعب على أرضه في أرضه بين جمهوره بس اليوم في قطر وفي ملعبنا ملعب جاسر بن حمد سال جاسر بن حمد وما نقدر أن احنا نفك شفرة المنتخب الهندي فمعناته هذا إخفاق وتعادل في يعني في مكان الخسارة وكأننا خسرانين مباراة اليوم بدل ما احنا نفوز على المنتخب الهندي. المنتخب الهندي نعم متكتل دفاعيا ولكن كان المفروض ان احنا نفك شفره الدفاع، ننوع في اللعب، نلعب على الاطراف او ما شابه ذلك. فانا بعتبر تعادلنا مع الهند بطعم الخساره
يا مايد. هو كنتيجة مخيبة حقيقة، كأداء المنتخب ما قصر، لعب 90 دقيقة، هو المسيطر، هو كان الأفضل، هو اللي أكثر وصولاً، هو الأكثر تسديداً، هو الأكثر لعب على الأطراف والعمق، لكن حقيقة كخلق فرص حقيقية هذا ما عاب المنتخب، يعني ما في فرص حقيقية خاصة في الشوط الثاني تذكر لمنتخبنا، وهذا يعني هم أكيد أن منتخبنا درس المنتخب الهندي، وأعتقد حتى مدربهم نفس الكلام اللي قلناه، يجب أن نجد حلول خارج 18، لذلك لاحظنا إحنا التسديد على المرمى دائما أكثر من 27 تسديد لنا. نعم. لذلك المدرب يعتمد على التسديد أكثر من الجمل التكتيكية داخل العمق من لمسة لمستين أو دريبلينج، يعني ما خلى حلو كثير. ثاني حاجة شكل ما ذكرها بشار في الشوط الأول، أيضا في الشوط الثاني لم نستفد من الركنيات، يعني الركنيات معروفة، إذا شفنا حارس طويل فوق 190 سنتي وهو نجم المباراة اليوم، يجب أن تكون عندنا خيارات، يعني أبجديات الركنيات، في عندك زاوية أولى القائم الأول وعندك القائم الأخير، أو عندك عند نقطة الجزاء، يعني لازم يكون في تنويع، أبدا ما نوعنا في الركنيات. اثنين، حتى الكور الثابتة، يعني في واحدة كورة جاش سددها عبد الكريم، وأنا ما أعتقد كورته، لأن يعني عبد الكريم يعني معروف عنه التسديد القوي فقط، يعني يقدر يسدد من الكورة الثابتة، هذه الكورة اللي تركن لا، لها لعيبته، لها بعلام، لها بسام، اما يجي عبد الكريم يشوت كره ثابته كحط، هذا يعني تجاوز في 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 اختصاصات اللاعبين، ويجب انه يعني ايضا المدرب يركز عليها. ايضا انا نعيب على المدرب في نقطه واحده، يعني واضح ان من الدقيقه 75 اللاعب الابرز والافضل لاعب كان عندنا حسن الهدوس، الرتم البدني عنده انخفض حقيقه، فكان من المفروض على الاقل يريحه، خلاص هو ما قصر، اعطاك 70 دقيقه من احسن ما يمكن، وكان هو اللاعب الابرز، لكن بعدين 70 دقيقه يلعب على الواقف، ان جات الكره عكسها او لذلك احنا شفنا المرتدات دائما من جهه عبد الكريم، وهو ما يقدر يساعد عبد الكريم من البدنيه خلص، وايضا ما قدر يعني يعمل اضافه هجوميه، فكان من المفروض انه كان على الاقل عنده علي عفيف، وكم مره لعب علي عفيف يقدر يلعبه في الجهه اليسرى كينشط الجهه اليسرى، وايضا يقدر يساعد عبد الكريم في تحسبا لاي اي اي مرتده. حقيقه النتيجه مخيبه، لكن الاداء جيد، منتخبنا يعني عطى ما عنده، لكن ايضا في بعض النواحي التكتيكيه قصرنا فيها اليوم. يعني في الشوط الثاني خالد مشينا على نفس الوتيره مالت الشوط الاول، لا تغيير فيها، سواء كانت من اللعب على الاطراف او عكس الكرات او الكرات اللي موجوده بالنسبه لل 100% صح. يعني معناته المدرب في الشوط الثاني ما عمل اي تغيير، يعني لقراءه الشوط الاول ما كانت موجوده في الشوط الثاني. زياده على هذا خلينا نكون منطقيين جدا جدا، احنا القيمة الفنية لدى اللعيبة الموجودين في أرض الملعب ال 11 لاعب والاثنين اللي برا على الملعب اللي هو أكرم وكريم بضياف، اللعيبة الآخرين ليس بقيمة اللعيبة، المستوى الفني بقيمة اللعيبة اللي في أرض الملعب، والدليل لما نزلوا لأرض الملعب إسماعيل ونزل أحمد علاء إحنا ما شفنا أي تغيير بالنسبة للتبديل اللي تم، يعني كنا نحتاج إلى نزعة هجومية أكثر ما شفناها، كنا نحتاج إلى خلق فرص، بما أن كيات كرة جدا سهلة لأحمد علاء، أوكي ما أقول أنا فرصة حقيقية، لكن كرة سهلة أن تلعبها بالهد وكانت ممكن تشكل خطورة ما تسجلت. إسماعيل نزل ما عمل أي خطورة موجودة بالنسبة لنا، دكة الاحتياط حتى إحنا في التغييرات احترنا في البدلاء الموجودين. نعم أرد أعيد، لما عندنا لاعبين مهمين قابوا وعندنا 11 في أرض الملعب، الفريق بأكمله كبدلاء القيمة الفنية ليست بقيمة هذول 13 لاعب اللي أنا أتكلم عنهم. فلهذا السبب احنا لما يكون هناك في تقصير في المستوى، وهذول يعني الحمد لله احنا البطولات السابقه لم تكون عندنا اصابات، لم تكون عندنا ايقافات على اساس ان تحدث عندنا مثل هذه الظروف، اليوم حدثت مثل هذه الظروف، ما شفنا اكرم، ما شفنا كريم، نزل الفريق بالتشكيله الاساسيه اللي عنده، لكن لما كان في البدلاء لا ما كان نقله نوعيه بالنسبه للفريق. مستوى الفريق قدم مباراه جيده، امتلاك اليوم في أرض الملعب، استحواذ، لكن الحلول اللي توصلك للتهديف مش موجودة. الحلول عقيمة كانت للتهديف. نطرنا في الشوط الأول خلاص 45 دقيقة يفترض أن هناك في قراءة فنية لفك اللي هي الخطة أو طريقة اللعب اللي يلعب فيها المنتخب
الهندية على أساس نقدر نكون يعني نكون أفضل من الشوط الأول. إحنا مشينا على نفس الوتيرة وظل انتهى الشوط الثاني بنفس الوتيرة تعادل. أوكي إحنا دائما نقول المباراة على أرضك يجب كبطل أن تكسب المباريات اللي على أرضك حتى تواصل المرحلة القادمة. أوكي الحمد لله تعادل، ترى الهند كان خطير علينا في المراحل في الأمتار الأخيرة في المباراة، يعني كان ممكن يخطف هجمة مرتدة خالد تكون خطرة وتسوي لك مشكلة في المباراة. شوف أبو محمد، الفرصة الأخيرة، إيه الفرصة الأخيرة اللي كان أبو محمد شوف يعني خلنا نكون واقعيين، إحنا صح لنا أفضلية في الاستحواذ في الأرقام في الكورنر، لكن ما كنا جيدين في عملية التسجيل. عملية التسجيل محتاجة تأني، محتاجة تنفيذ صح، أسيست، يعني اختراق على الأجناب، هذه ما أجدناها على أساس ما نقول إحنا لعبنا مباراة جيدة صح، لكن مش مرحلة الجيد جدا. مثلا فريق الهندي يدافع، لو يعني فريق قاعد يدافع عشان يفوز بالنقطة عبارة عن 6 نقاط بالنسبة له. لكن خلنا نرجع حق المدرب وتغييراته. مدرب شيء طبيعي للفريق لما يكون في عناصر أساسية ولها ثقلها الأمور الفنية، شيء طبيعي أن دكة البدلاء فيه فوارغ، لكن الأهم لما ينزل لاعب يحصل زملائه متهيئين أن يساعدونه. صح البديل لازم يساعد اللي داخل، لكن اللي داخل بعد يهيئ للي بيدخل على أساس ينفذ طريقة اللعب. اليوم أنا أشوف بعد فيه فرص ما توفقنا فيها، لا تحسب للحارس الهندي، تحسب لمدرب منتخب هندية، التكتل الدفاعي، محترمين منتخب قطر بطل آسيا، شوف فرحتهم بعد المباراة كانوا منتصرين، هاي شيء كبير بالنسبة لهم. هاي كلها حسابات ما قبل المباراة. اليوم غير 3 زاد عنده إصابة فريق الهندي، يعني 4، يعني حط لاعبين على أساس يوصل للنقطة. يعتبر نجاح مدربهم، ونجح هي مدربهم نجح اليوم. إيه نجح اليوم، لو تشوف ساعدتهم، لو تشوف طريقة احتفالياتهم كنا باخذين شيء كبير، وهذا من حقهم. لكن أنا أشوف أن منتخبنا لما يواجه فريق نفس فريق الهندي مجتهد متكل دفاع، الحلول لازم صح ممكن المدرب عنده حلول اليوم في التغيير أو بعض الفرص اليوم ما توفقنا فيه، لكن محتاج صبر ومحتاج الفرص الواضحة. يعني ما في فرصة واضحة مثل العكسية، اللاعب يقدر يسجلها بهدوء. اليوم تحس إنه في تسرع داخل 18. يعني هي من أساسيات كرة القدم عملية الإنهاء، أي عمل تكتيكي من غير إنهاء فأكيد بيكون المجهود صفر. ولكن يجب أن لا نغفل أنه اليوم المنتخب الهندي لعب مباراة مثالية للغاية في حالة الدفاع. بس أنت عندك هداف آسيا. أنا حتكلم دائما، أنت بتقول للاعبينك إذا ما ضغطت وما سددت وما شطت وما عملت ما حتخطئ الفريق الثاني. اليوم المنتخب القطري للأمانة مش مجاملة ولا كذا، الإنهاء صحيح عابه نوعا ما التسرع، وعابه نوعا ما قلة التوفيق. يعني عندما تسدد 27 مرة حارس المرمى حالة نموذجية ما غلط ولا غلط، بعكس مباراة بس محتاج هدف على أساس أوكي محتاج هدف، بس هو يعني توفيق من الله توفيق. بينما مباراة عمان غلطوا غلطتين، سجل عمان جولين. اليوم ما في ولا غلطة لا للمدافعين بحيث حارس المرمى فلتت كرة منه، لا لا، حالة نموذجية دليل التوفيق الزائد للمنتخب الهندي. ولكن كمان عفوا آخر شيء كابتن بشار، كمان زين انه اجت في البدايات للمنتخب القطري، يعني يجب ان تاتي مثل ما بيقولوا صحوه للمنتخب القطري، اجت اليوم الصحوه. انا برايي انه مو انتم فريق المثالي اللي في اسيا انه اي فريق ممكن تهزموه، لا، اليوم حتكون درس كبير للمنتخب القطري في المباريات القادمه. كلنا مرنا بمباريات مثل هذه، بالنهاية هي مجرد مباراه، كلنا في انديتنا وفي المنتخب تجيك مباريات مثل هذه. هذه مباراه لو تعاد يمكن 5 مرات راح يفوز فيها المنتخب بنفس الطريقه، اتكلم راح يفوز فيها المنتخب القطري. لكن اليوم في سلبيات، يعني سلبيات على مستوى الاداء، مثلا في الشوط الثاني خصوصا كان المنتخب القطري يسمح للمنتخب الهندي انه يطلع في الكره، انه يمرر ويطلع ويقطع الكره المنتخب القطري وين في مناطقه، في بسام يقطع الكره، عبد الكريم يقطع الكره، بالتالي المنتخب الهندي يرجع ويتكتل، فما فاجأ ما قطع الكرة في مناطق الخطرة، كان دائما يسمح له يخرج. المشكلة الثانية في نوعية اللاعبين في كأس آسيا، ما كنت تحتاج يعني أغلب المباريات، إذا لم يكن كلها كنت كان يعني 50-50 المباراة. الآن أنت مع أفغانستان، مع بنغلاديش، مع الهند، على ملعبك خارج ملعبك راح تواجه مثل المباراة،
في نوعية مهاجم المحطة، المهاجم القوي بدنيا اللي يحضن على كرته، ياخذ ضربات حرة، ياخذ يهيئ الكرة لزملائه. منتخب قطري يفتقد لهذا النوعية من اللاعبين اللي في مثل هذه المباريات احيانا هي اللي تخلصك. مرة اخرى هي مجرد مباراة، لو تعاد مرة اخرى راح يفوز فيها المنتخب القطري. لكن هناك سلبيات، هناك ايجابيات. من ضمن الايجابيات اللي ذكرتها ان عودة للواقع، يعني ممكن المنتخب القطري يحتاج مثل هذه المباراة عشان يعود للواقع ويفكر ان مو كل مباراة راح تكون سهلة، مو كل مباراة راح تكون 6 و7 و5 وسهلة. وبالنهاية يعني 4 نقاط، يمكن فريق واحد فقط حاليا اللي عنده 6 نقاط. لا مجموعتنا احنا الاول. لا اي اقصد لا بالمجموعات كلها. اي نعم. اتوقع فريق كوريا الشمالية الوحيد اللي عنده 6 نقاط او فريقين بالكثير، لكن كل الفرق فازت وخسرت وتعادلت. كوريا الشمالية فوزين. كوريا الشمالية اي فقط. ابو محمد اذا يجب ان ننظر بالفوتبول هلا حاليا ما في مين يمتلك مين بيلعب احسن من هذا. في عندك اللمسه الاخيره، التمريره الاخيره والتهديف. صحيح اني بستحوذ، بس امرار فريق ما بيستحوذ بيكون معه 35% 30% استحواذ وبيربح. كان عقيم بشكل لا يتصور مثل قال الكابتن خالد، نفس الاسلوب، دفاع شمال وسط يمين، يمين وسط شمال، ما في اللمس الأخيرة واحد يدخل لمنطقة الجزاء ويمررها تمريرة سهلة لأي لاعب. هذه نمرة واحد. نمرة اثنين، مدار هن عم يلعبوا دفاع المنطقة ترمية، بس 15 ضربة ركنية ما منستفيد ولا ضربة ركنية واحدة إنه بس نقدر نسددها على المرمى. هذه تابع إنه المدرب لم يستطيع أن يحل شفرات الفريق الهندي في الشوط الثاني ويغير من تكتيكه. بالعكس التكتيك بالشوط الثاني كان عقيم أكثر من الشوط الأول، زائد لما كان الفريق القطري عم يقطع الكرة كان في بطء بسرعة نقل الهجمة إلى منطقة جزاء الخصم، وهذا كان عم يخلي الفريق الهندي يزيد عدده، زائد التمريرات كلها عالية لنفس اللاعب الطويل يلي هو قلب دفاعنا. كل الكرات عم يبعثوا له اياها، الكرات اللاعبين القطريين عم يبعثوا له اياها كانه عم يقولوا له خذ ورجعها براسك. اتوقع كابتن يعني المنتخب القطري عمل كل اللي عليه، لعب على الاطراف، لعب عرضيات، لعب في العمق، لعب تمرير قصير، لكن نقصه بالاخر بس فقط التوفيق. يعني ما توفق في النهايه، يعني الفرص وصل الصندوق، وصل عند الحارس يعني، وسدد من بعيد، عمل كثير شغلات حبيبي، بس التوفيق بالاخر يا كابتن ما بدنا نقول التوفيق يعني ما توفقنا ما ربحنا. انا برايي بالنسبه ما كان في حلول فعلي ضغطه مزبوط من الفريق القطري. كابتن الحلول الجماعيه بس أيوه. الحلول الجماعيه موجودة بس الحلول الفردية ما كانت موجودة. هذه اللي عم نحكيها بالضبط. الأخيرة في نهائيات آسيا كانوا هناك حلول فردية، كان هناك إبداع من بعض اللاعبين. هذا اللي عم نحكي مع فرق مرتدات. عملية شوتنج اليوم 27 شات. الحلول لما أي فريق يسكر عليك في ثلاث، في أهم عنصرين، يا المراوغة الفردية اللي تسحب واحد أو اثنين، يا الوانتو القاتل. الوانتو بس ما موجود في منتخب قطر، وانتو بين اثنين لاعبين هذا ممكن توصل له الجول اذا تلعبها صح، مهما سكر دفاعات تلعبها صح توصل. الحل الثاني البينيات او صناعه اللعب في الاماكن، هذا ثلاث حاجات ما موجوده. ايش اللي كانت موجوده في تكتل الدفاع اللي في قطر؟ شوتنج. اوكي شوتنج حلو، 27 شات وحاولوا هذا، لكن ثلاث الامور الاخرى اللي اي حاجز او بلوك مهما سوى الدفاع هو السر ومفتاح يعني انك تفتح المساحات اللي تكلمت عنها، مثل ما ذكرت انت المهارات الفرديه، الوانتو بعد تعتبر مهاره فرديه باللاعبين، ما في من لاعبين. لذلك منتخب قطر ايش يعمل؟ يوصل للمنطقه يستلم كره يريح المنتخب الهندي يسكر اكثر. لذلك انت بتستلم كره تعطيها ريحه، لا راوغت، سحبت لك واحد اثنين لاعبين، لا عملت الوانتو، لا اعطيت بينيه لاي لاعب عشان ايش ينفرد بالمرمى. نفس يعني اليوم الفرص أحمد. كلها الحقيقيه كلها مش فرص حقيقيه 100%، فرصه فرصتي نفس اللعب ما تغير. بعدين في حاجه للهمم في عمليه الحظ، شوف كره القدم فيها حظ، مثل اسماعيل محمد جول فاضي
توفيق. يعني الحارس خلاص مستسلم. هذا ايش يدلك؟ يدلك مباراة بعض الأحيان ما تريدك. المنتخب الهندي شوف الاحتفال ماله، كانوا جايين مباراة يريدوا يكسبوا نقطة ومحتفلين، وشوف حققوها وشوف كيف الاحتفال اللي كان فيه. عموما اللي نريد نوصله آخر، منتخب قطر ما قدر نلومه لأنه قدم كل شيء. بعض الأحيان أخي يشوف الكورة راح تيجي حظ، ممكن أشوت على الجانب تضرب المدافع تدخل جول. اليوم كم فرص تحت المرمى؟ وهذا عموما المباراة القادمة فرصتين فيك تقول عنهم خطرين، بس بكل اللعب جيبهم الحارس والباقيين كلهم ما خطرين. طيب ناخذ الفاصل، الفاصل الأخير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أذكركم في مباريات اليوم. اليوم المنتخب البحريني فاز على المنتخب كمبوديا 1-0. كمين الأسود هو اللي يحرز الجول. والمنتخب الفلسطيني خسر في سنغافورة 1-2. إيران فازت على هونغ كونغ 2-0 في أول مباراة لها في البطولة في التصفيات. هنا لإيران رامين الله، اليوم سنبحث عن رد الاعتبار لدينا الكرة يا الله. في الثواني الأولى في اليمين عند محمد. الإمارات فازوا على ماليزيا 2-1. وصل ولاعب ينتظر منه الكثير، هذه كرة علي مبخوت، التقدم الثاني طبعا الثاني الله. تمتع بتسديدات قوية، ارفع الكرة خطيرة، جول 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 جول. حاليا افغانستان فازوا على بنغلاديش 1-0. ثاني فوق ضربة ركنية خطيرة. المنتخب الاسترالي فاز على المنتخب الكويتي 3-0. ما فيش تسلل ومن غير تسلل حظ برضه هيلعب ايرون موي، هو اللي يلعب الضربه الركنيه، ضربه الراس يا 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 مش ممكن مش ممكن. هدف ثاني، هدف ثاني. التحضير دايما الراجل ده فاضي، فيصل سايبه تماما، وادي العرضيه. برافو يا سليمان، برافو يا سليمان، تحضير ثاني والتصويب. مش ممكن مش ممكن. الهدف الثالث هو الخطير، هو اللي بقول لكم خلي بالكم منه تماما. ايرون موي. مباراه اليمن والسعوديه 2-2. تعادلنا مع الهند في الدوحة في السد جاسم بن حمد 0-0. كرة تصل بتسديدة قوية جدا، التصدي يأتي والقرار بوجود التسلل. ترتيب المجموعات، المجموعة الأولى بعد نهاية الجولة الثانية، الصين في الصدارة يتقاسمها مع سوريا والفلبين برصيد 3 نقاط، مع المالديف وغوام في المركز الأخير بدون نقاط. لعلم أن المنتخب في المجموعة الثانية الكويت وأستراليا والأردن والنيبال، كل منتخب عنده 3 نقاط، في حين المنتخب الأسترالي يلعب مباراة واحدة فقط، والأردن بعد. المجموعة الثالثة البحرين في الصدارة برصد 4 نقاط، إيران في المركز الثاني 3 نقاط، العراق وكمبوديا وهونغ كونغ كل واحد فيهم عنده نقطة واحدة.
المجموعة الرابعة سنغافورة في الصدارة عندهم 4 نقاط، فلسطين في المركز الثاني 3 نقاط، اليمن في المركز الثالث 2، السعودية في المركز الرابع 1، وأوزبكستان 1. المجموعة الخامسة منتخبنا الوطني في الصدارة 4 نقاط، عمان في المركز الثاني 3 نقاط، أفغانستان في المركز الثالث 3 نقاط، الهند في المركز الرابع 1، وبنغلاديش في المركز الخامس بدون نقاط. عمان مريحة هالجولة، عندها مباراة واحدة بس. المجموعة السادسة طاجكستان في المركز الأول 6 نقاط، واليابان في المركز الثاني من مباراة واحدة 3 نقاط، منغوليا عندهم من مبارتين 3 نقاط، قرقستان عندهم لاعبين مباراة لكن ما عندهم أي نقاط، كذلك ميانمار مبارتين وخسارتين 0 من نقاط. المجموعة السابعة المنتخب التايلندي في الصدارة برصيد 4 نقاط، المركز الثاني المنتخب الإماراتي 3 نقاط، المنتخب الماليزي 3 نقاط، فيتنام 1، أندونيسيا 0 نقاط من مبارتين. المجموعة الثامنة والأخيرة كوريا الشمالية عندهم 6 نقاط، كوريا الجنوبية 1، تركمانستان 3 نقاط، ولبنان ما عندهم أي نقطة، وسريلانكا نفس الشيء. كوريا الجنوبية عندهم 3 نقاط في المركز الثاني. في مجموعة كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية في الصدارة، وكوريا الجنوبية في المركز الثاني. وصلنا وياكم الختام، تكم شيء تقولونه؟ النقطة واحدة خالد بضيع، أنا الحين شوي دخلت في السوشيال ميديا أشوف أن البعض مستاء من عدم وجود أكرم في التشكيلة. في التشكيلة أنا أقول يعني رغم جودة أكرم وتميزه كلاعب، إلا أن اليوم الهدوس كان هو نجم الفريق في الشوط الأول وهو في مركز أكرم، إذن يعني هو أعطى كل اللي يعطيه أكرم في هذا المركز. اثنين، إذا أكرم أو غير أكرم مع فرق ضعيفة بمستوى هذا، وإحنا نقول والله نقص اليوم أكرم ولا غاب أكرم ولا غاب فلان، ففريقنا مش فريق 100%، فريقنا 11 لاعب مش 100%. مع أن نتشكل يوم الله أكرم ما لعب مع الهند، لا لما مع فرق قوية ونقول فلان وفلان غاب ما عليه تأثر فريق، لكن مع فرق ضعيفة ونقول هاي المفروض إحنا مع اللعب بدلة هنا في هاي المباراة. محمد الجماهير بس لا بس أنا للتوضيح يعني للتوضيح. نحن أقوى منها، ها؟ ما نقول ضعيفين، نقول نحن أقوى منها، نحن أحسن منها بكثير، بس إنه الهند مو ضعيفة. عموما سانشيز قبل المباراة وش قال مايد؟ نعم، قبل المباراة سألوا سانشيز عن المباراة وغياب أكرم واللاعبين، قال لا تسألوني عن لاعب واحد، إحنا فريق كتلة واحدة، هذا الكلام، فريق جماعي، لا المفروض ما نعتمد على لاعب واحد، ومنتخبنا إن شاء الله قادر أن يتجاوز كل الصعاب. في نهاية المطاف أكرم لاعب منتخبنا وولدنا، قد يكون في اختلاف اليوم بينه وبين المدرب، وقد يكون اليوم قرار المدرب الصائب، ان شاء الله بكره بنشوف اكرم قرار اداري او حاجه. في النهايه اكرم بيتواجد باذن الله تعالى، لكن لابد احنا نعرف ان منتخبنا ولازم هالشيء يصير انه ما يعتمد على لاعب او اسم. مضبوط كابتن، بس لازم اكرم من شان المستقبل، هذا لاعب موعود ما لازم نخسره، لازم نبحث الحالة يلي ابتعد فيها عن المنتخب اليوم ونجد لها حل نفسي للاعب. بالمقابل في خطوط حمراء المنتخب فوق أي لاعب. نحن ما عم نحكي هيك، نحن عم نقول لازم اذكر الله يا كابتن. مظبوط عاد مايد ما يصير كلام الناس، تبي تمسك اراء الناس. لا 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 تبع مصر يلي هو احرف لاعب باخر 15 سنه. شوف شو قديش خسروا نادي الزمالك، خسرته مصر. احنا ما بدنا نخسر اللاعب شاكيبالا، بده 15 طبيب نفسي ممكن تجليسه. صح. طيب ذكركم ببطاقه دعوه عندي، اخوكم المهندس احمد بن ابراهيم بن احمد الحسن المهندي يدعوكم لحضور حفل زواج ولده عبد الرحمن، وذلك بمشيئة الله تعالى بعد صلاة العصر مساء يوم الخميس الموافق 12/9 سبتمبر في نادي الدانة في قاعة الجوان. أبارك حق الدكتور المهندس أحمد بن إبراهيم،
ونبارك حق عبد الرحمن ونقول له الله يرزقك إن شاء الله الذرية الصالحة. شكرا يا خالد لك. ويتشرف السيد عبود حمد الأحمد دعوتكم لحضور حفل زواج عياله عبد الله ومحمد وذلك بمشيئة الله تعالى بعد صلاة المغرب مساء يوم السبت الموافق 14/9 بمركز شباب برزان مصلال. ومبروك لأخونا عبود حمد ومبروك لإخوان ساري عندنا موظف معنا قناة دوري الكاس عبد الله ومحمد الله يرزقكم إن شاء الله الذرية الصالحة مبروكين ومبروكين إن شاء الله. اليوم جانا عشاء من مطعم طباخ الوالدة وطباخ الوالدة آسف طباخ الوالدة وشكرا على وجبة العشاء المقدمة. عجيب من يا خالد. عجيب عجيب حلو يستاهلون الدعم سيفود صراحة ولا غلطة. الله يجزيهم خير نجعلها بستين عافية. نعم هذا هم رغمهم يونس آخر طباخ الوالدة للمأكولات الشعبية النكهة القطرية الأصيلة مكانهم في الغرافة 44-0870 و44-0780 في الغرافة مقابل محطة بترول وقود. هذه طباخ الوالدة شكرا جزيلا. أي شيء قبل الغرافة حلو. يونس طلع أكيد الغرافة يونس آخر واحد أخذ بعدنا أي شيء قبل الغرافة طعمه كذا حلو. أشكرك والله بالعافية يونس آخر واحد. صح عموما احنا وصلنا وياكم للختام الأسبوع الأخير يوم الجمعة إن شاء الله معاكم في دورينا الساعة 10 في الليل إن شاء الله. مع السلامة.